يا تميم العز كله والزعامة، يا شموخ ويا السمو ويا الفخامة، يا تميم الطيب والعز المعتق، يا تميم المجد يا ذروة سلامة، يا تميم الخير يا واب الغمامة، يا تميم الدين يا درع المقاسم، ويا دراه ويا قناه ويا حسامة، يا تميم العز كله والزعامة، يا الشموخ ويا السمو ويا الفخامة، يا تميم الطيب والعز المعتق، يا تميم المجد يا ذروة سلامة. يا تميم الباس يا سقم المعادي، يا عمى عين الضديد ويا كعامة، يا المحيط الهادي بطوله وعرضه، يا عماقه يا هدوء ويا التطام، يا البدا والبعد والثقل السياسي، يا التكانة يا المكارم يا الكرامة، يا التواضع يا التسامح يا التفاني، يا الشجاعة يا الشكالة يا الشهامة، يا تميم العز كله والزعامة، يا الشموخ ويا السمو ويا الفخامة، يا تميم الطيب والعز المعتق، يا تميم المجد يا ذروة سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قنوات الكأس في كل مكان عبر برنامجكم الحصيلة، حلقة جديدة ويوم مثير جدا حقيقة في منافسات هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ من خلال مهرجان سمو الأمير المفدى يحفظه الله للهجن العربية الأصيلة. تفاصيل كثيرة ستكون حاضرة في هذه الحلقة، لكن دعونا في البداية نبدأ بأبرز العناوين. شعار الغرافة يسجل أفضل توقيت بالفترة الصباحية عن طريق العوسجية. الله يسعد صباحك يا مالك العوسجية، الله يسعد أيامك يا المدهوشي يا مضمر العوسجية. هجن الشقب تستمر بالتألق، وسعادة الشيخ جوعان بن حمد يتحدث للحصيلة. لا تنسى والأهم وبالأخص أن هذا المهرجان مهرجان سمو الأمير يحمل اسم غالي علينا كلنا. أشواق المملوكة للشيخ حمد بن جاسم تنتزع أقوى أشواط الجداع رغم حضور بلشة. واليوم أنت شفت سعيد الزعبي ما قصر في بذل جهد كبير في أنه يوصل لهذا المستوى. هجن الشحانية تحقق ثنائية رمزي المحليات. الحمد لله هذا هزام حاصل على رمز العام في اللقاية في اختام الشحانية. الحصيلة ترصد حاملة الرمز الأقوى في عزبتها. أقول إنها سبوق والله يكثرها علينا إن شاء الله هجزها. آمين. والله يوفق رعيها اللي راح تصوب. اليوم مشاهدينا الأعزاء طبعا هي يعني منافسات هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، وكانت كما ذكرنا الإثارة كبيرة في ميدان الشحانية، وأيضا اليوم حقيقة تشرفنا كالعادة بحضور رفيع المستوى لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، سعادة الشيخ جوعان رئيس اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية، واقتابع مجموعة من الأشواط، وأيضا توج برفقة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة لجنة سباقات الهجن في قطر الفائزين في المراكز الأولى، وحضر أيضا أنجال سعادة الشيخ جوعان بن حمد الشيخ حمد بن تميم والشيخ حمد بن جوعان، وكذلك الأمر
حضر تميم بن جوعان والشيخ أيضا خليفة بن جوعان الذين تنومسوا كذلك الأمر في يوم كبير في سن الجذاع بالنسبة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ في يوم كما ذكرنا حقيقة أنه كان مثيرا للغاية في ميدان الشحنية الذي شهد اليوم أربع رموز كبيرة ومستحقة حقيقة لمن استطاعوا أن يحققوا الرموز في هذا المساء. كل التفاصيل راح تجيكم أكيد بكل تأكيد، لكن دعونا نبدأ بالفترة الصباحية حقيقة، والفترة الصباحية فيها مجموعة من المعلومات بلغة الأرقام، حيث أن عدد الأشواط وصل إلى 11 شوط، وعدد المطية في الصبح 148 مطية، المسافة 6 كيلومترات المعتاد لسن الجذاع، وفي الشوط الرئيسي الأول الخاص بالإبكار لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ ظهرت لنا متاهة المملوكة لهجن الشحانية مع المضمر سالم فران، وسجلت الشوط الرئيسي الأول في الفترة الصباحية، بينما الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان ذهب لونان أيضا لهجن الشحانية مع المضمر الخطير محمد بن خالد العطية بتسع دقائق و15 ثانية وجزئين من الثانية، بينما كان أفضل توقيت في الفترة الصباحية في الشوط الثالث عن طريق العوسجية المملوكة للشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم آل ثاني مع المضمر سالم بن عامر المدهوشي، العوسجية سجلت 9 دقائق و2:08 من الثانية واستحقت أن تكون في نهاية الأمر هي البطلة التي كانت على الموعد بشكل كبير. خلونا سويا مشاهدين الأعزاء نتابع جزء من هذا الشوط الكبير، أيضا نرتقبها جميعا بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام أيها الإخوة الأفاضل، نبدأ ونقول بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ ونقرأ قراءة تفصيلية لما يحدث وما يسير في هذا الشوط المنطلق شوطنا الثالث. يا سلامي عليك يا المدهوشي، يا سلامي على العوسجية، العوسجية مع الشعار الغرفاوي، الله حاصلة على نقطة في المحلية التاسع. قالكم باي 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 لجميع المشاركين، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ودعتكم العوسجية يا مشاركين يا منافسين. هذه العوسجية لهجن الغرافة المملوكة لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني مع العوسجية، العوسجية العوسجية، الله يسعد صباحك يا مالك العوسجية، الله يسعد أيامك يا المدهوشي يا مضمر العوسجية، الله والله وسواها المدهوشي، والله وسواها المدهوشي، يا السلام. إذن مشاهدينا الكرام، يحق لنا من هذا المكان من 100 متر الأخيرة أن نزف التهنئة إلى داعمي هذا الشعار وإلى مالكه وإلى محبينه وإلى سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. إذن هكذا العوسجية استطاعت أن تسجل أفضل توقيت في الفترة الصباحية، والآن ينضم إلي عمالقة التحليل في قنوات الكاس، رغم أنهم ما جابوا إلا نقطة في المساء البارحة، أرحب فيك حميد الجنيبي وأرحب بسالم بن حمد بن سالمين في حلقة نتمنى أن تكون مثيرة. يا مرحبا يا أخ مشعل وحياك الله. العوسجية استطاعت أن تسجل توقيت جميل حقيقة في الفترة الصباحية، ومملوكة لرجل اللي هو سعادة الشيخ حمد بن جاسم وأنجاله حقيقة، بدأوا هذا الموسم بأنهم يدخلون وبقوة حتى على مستوى الرموز. تعليقك على العوسجية أبو عبد الله؟ والله شفنا تألق من الشعار الغرفاوي من بداية المهرجانات، تألق واضح وفي يعني إنجازات، التألق هذا حصد رموز وحصد إنجازات وقدم لعالم الهجن أسماء قوية من يعني المطايا. نعم. العوسجية اليوم في البداية نهنيهم والنومس لأبو عبد الله. العوسجية بالرغم من هيابة أفضل تيم، لكنها يعني مش على حسب العادة أن المطية اللي تيب التيم هي اللي تدفع. نعم. العوسجية لحقت في مسافة الأخيرة تقريبا في الكيلو الأخير، واستطاعت أنها تحط فارق بينها وبين الحلال
كان في ضغط عليها من هجن الشحانية، كانت محتلة الصدارة هجن الشحانية وهي الاسم الوحيد، فدخلت ما بين شوف تجاوزها هني، دخلت وهي كانت المؤشر على أنها يعني العوسقية عندها مقدرة ل يعني الظفر بالشوط. حلو. لكن طلب منها المدهوشي سالها من هني بعد ما تجاوز من الحلال، واستطاعت تنهي نهاية قوية وتجيب التيم بعد. نعم. فتوقع أن هذه إن شاء الله بنشوفها في الرموز، وكانت مؤشر للمساء. بالضبط هذا الكلام اللي بتكلم معك أبو حمد، أن العوسجية سجلت أفضل توقيت في الفترة الصباحية وهو الأفضل أيضا حتى في أشواط الرموز في المساء، بس اللي تفوقت عليها أختها شواغ. نعم. اللي طبعا اللي المملوكة لنفس المالك اللي هو سعادة الشيخ حمد بن جاسم، يدل هذا على اختيار نوعية وكواليتي، يعني نوعيات بالضبط رائعة. هذا يدل على ان هم اخذوا من انتقلت ملكيه من ملكيات هجن من الشيخ حمد بن جاسم. أيوة. وقدر يعوضون انهم شروا هجن طيبة. وهذا دليل ومؤشر على بعد نظرة المضمر وحسن اختياره والمشترى، وهذا ما يسوي المشترى. نعم. لو انه قاعد بدون هجن كان ما حافظ على اي رمز ولا على الشعار انه يكون متواجد. حلو. العوسجية لفت انظري فيها انها دخلت في الكيلو الاخير، دخلت عليهم في الكيلو الاخير. وكان المضمر يدري الناقه عندها احتياط قوي. بالضبط. يوم كلم الناقه ما شيء سيارها، لانه عارف ما في شيء راح يسايرها، ويعرف نهايه الناقه قويه، فالناقه هذه قويه حتى في الرموز. أنا أقول لك حتى توقيتها كان 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 مثالي جدا حقيقة، وكان يأهلها زين. هل هذه أو مستوى العوسجية في الصبح كان يعني معطي مؤشر لمالكها سعادة الشيخ حمد بن جاسم ومضمرين المشرفين على العزب بأن راح يكون له وضع كذلك الأمر في المساء، ولا كل فترة لها بروحها؟ يعني دائما يا مشعل العزبة إذا شفت مؤشر طيب من الهجن مثل الفترة الصباحية، أعرف أن ماتها اللي معها نفس على نفس الخط. عرفت؟ احنا انتقال الهجم مثلا الكويت لو تلاحظ يوم تقول القبله وما القبله، عبد الله العيده يقول لك عوزتنا القبله. المطيه اذا ما ادت في السن الصغير مثلا، نتكلم عن الهجم ككل العزبه كامله، دائما المضمر اذا حس ان الهجم اختلت في السن يحاول يعوض، خاصه ان كان عنده وقت. حلو. يحاول اذا هو حاس ان المطايه طال عمرك معها راحه اتعب المطايه، اذا حس المطايه مثلا معها ربخ فحم الحلال يحاول يقلب، لانه يدري ان المطايه الباقيه نفس المؤشر. اذا كان المؤشر قوي يحاول يحافظ على نفس المستوى اللي هو عليه. ابو عبد الله تتفق معاه في النقطه هذه؟ رغم انه انا اشوف يعني اسمح لي في بعض المؤسسات او حتى ملاك الهجن المملوكه لاصحاب السمو سعاده الشيوخ ما يقدم لك شيء في الصبح ولكن يتالق في المساء، هذه اللي سؤالي الان لها علاقه مرتبطه بالمساء والصبح ولا كل خير؟ مثال عزبه ابو خالد كانت تالق الصباح، حصد يمكن 7 نقاط. المشاغب. ايوه. وفي المساء كان منافس لكنها ما تالقت مثل استحواذها على الصباح. يعني ما له شغل. شوف عالم سباقات الهجن مليء ب يعني التقلبات وبالمفاجات. فما في قواعد يعني تثبت، دائما القواعد فيه مكسوره. لكن في شيء انا بخبرك شيء بالناحيه الفنيه اللي هو تكلم عنها. ايوه. هذه واقع حقيقي من هو من قبله، هو تكلم عن القبله، تكلم عن القبله. أيوة. وعن تدارك المشكله لما تصير عند المضمر. أيوة. التدارك. وهذه بخبره ابو حمد اللي جزاه الله خير يعني يوضح اشياء كثيره. بس انا بتكلم عن العوسقيه. ايوه. العوسقيه هي ابو عبد الله عنده مضمرين. حلو. الاثنين اليوم تميزوا، الزعبي والمدهوشي. الزعبي والمدهوشي، لكن اللي نلاحظه في عزبه ابو عبد الله هو التنسيق بين المضمرين، في بينهم تنسيق وفي بينهم يعني تطبيق لاستراتيجيه ابو عبد الله يحطها للحلال او انهم يحطون مع بعض. ففي شغل ما بينهم، في تعاون، يعني تعاون واضح. وين شفته انت؟ انا شفته في في في, في الامير الوارد، لكن هنا واضح جدا، واضح جدا التعاون ما بينهم في حتى في اشتراك الحلال. لو ما بينهم تعاون بتشوف العوسقيه مع داخل في الشوط في المفتوح. مش عارف، انا اتكلم لك في بعض الامور عن امور انا مجربها او واقعيه. اتذكر شفت عبد الله بصلع اللي اخذ رمز الحق. نعم. كنت انا وياه في عزبه واحده في دوله خليجيه رايحين نركض مطايا صغار، كان عنده بعير مقدم في رمز. ايوه. سمعت كان في درع. وركضنا المطايا اللي القويه، مطايا عندنا قويه بس القعود وبكره معها اقوى منها، تدفع. أيوة. وتعجز. ولما رجعنا العزبه قلنا لها المطايا هذه فلست اليوم،
الخطر على المؤشر القعود والبكرة اللي بتركض في المساء في الفترة اليوم الثاني أو اليوم, اليوم الثالث قصدي بعد يومين. أوكي. قلنا لازم ندارك المشكلة. تشاورنا وديناها اليوم الثاني بكرة ركضها حطيناها مثلا عند كيلو واثنين وفحمناها. هي خربانة خربانة نديناها مثل خواتنا. القعود خذ الرمس والبكرة جات ثاني مطايا سباق. هذا الكلام أتكلم عن قبل 7-8 سنين. فلو كنا خليناها الحلال كان معها راحة كان ممكن العزبة كلها تكون نفس على نفس النمط. يعني في حلول يعني في حلول فنية في حلول فنية. أيوة أيوة أتكلم عن في حلول يعني مش إنه والله إذا كانت مشكلة حلول لأنك أنت إحنا عارفين أيوة إن الحلال الباقي بيدي نفس. فقلنا أي شيء نسويه أيوة بحيث إن نتدارك إيش المشكلة يعني. المشكلة سمعت سوينا قال ما إحنا مسويين شيء. قلنا خلاص إحنا هي خربانة خربانة إن اعتدلت ولا خلاص طريقها طريق ما تهلي معك الحلول أبو الحلول ما شاء الله برافو عليك. هذه أنت من مشورة يعني بيني وبينك أنت من خبرة أخذتها؟ لا هذه من خبرة ومن مشورة بعض الناس بعضها للهجن يكون كان جزء من التجربة. سمعت اللي يقول يمكن أنا يسمح لي يمكن أنا أجيك أقول لك حميد طال عمرك أنا عندي المشكلة الفلانية زين أنت تقول لي سو كذا في حل وفي شيء أنا أتصرف فيه أنا شخصيا عرفت. فهذا اللي أنا قاعد أقول لك هل من واقع خبرة أو إن استشار حد ولا هي بعيب. أنا ما أقول لك إني ما استشرت. الناس قال لك حاول انك الحلال معه راح حاول تفحمه حاول تطرد الحلال. هذا الكلام قبل 7-8 سنين وفعلا تداركنا المشكله. هل الهجين نوعين حد بينصحك من الخاطر وحاط طال عمرك والاكثر وين؟ والله اللي ينصحون اخوان شباب واجد يستاهلون بيض الله وجهك. طيب خلونا مشاهدينا الاعزاء نختم الفتره الصباحيه بابرز النتائج اللي صارت في الفتره الصباحيه ما بعد الشوطين الرئيسيين وانت رايح ابرز النتائج. بسم الله البر العظيم بسم الله طيب إذا نبارك لكل الفائزين في الفترة الصباحية. وقبل لا أسكر هذا الملف أبي أقول للربع شد انتباهكم شيء معين في الأشواط على أساس أن ننتقل للفترة اللي بعدها. سالم الأشواط الفترة الصباحية نعم في شيء أبو خالد إيش في تألق اليوم أبو خالد أي نعم ترى أبو خالد للأمانة متألق حقيقة. أنا أقول لك والله للأمانة أنا أتكلم لك عن الكم اليوم أنا أتكلم عن اليوم مش الأيام الباقية نعم لا لا حتى بشكل عام للأمانة أبو خالد بشكل عام متألق حتى في شخصه خلى الهجن لا لا متألق أبو خالد لكن أتكلم لك عن اليوم. الفترة الصباحية اليوم كم جاب أربعة ولا سبعة لا سبع أشواط سبع أشواط أو سبع أشواط ما شاء الله عليه. بس هو المدهوشي الشوط الأول راح عند بن فارة والباقي بينه وبين المدهوشي. بس شد انتباهك غير النقطة هذه؟ والله المستوى الهجن الغرافة كان بارز واحنا شفنا انهم عندهم اخذوا نقطتين او ثلاث فتوقعنا ان عندهم افضل في المساء لكن ما توقعنا اللي صار يعني. طيب حلو هذه كل الزبده الفتره الصباحيه نعم. طيب ان شاء الله احنا نكون غطينا يعني ابرز النقاط في الفتره الصباحيه لان كل الحدث والمراقبه والمتابعه تكون دائما في الفتره المسائيه التي بدات عبر الحصيله. متوتر عامر؟ أنا؟ إيه؟ تشوفنا في حديقة ألعاب الحين تسألني متأكد متوتر ولا ما متوتر؟ يا أخي لازم تكون ريلاكس يا عبد الله. أنا ريلاكس بس يا مشعل الدين تقول لي من بياخذ السيف؟ وين أعرف أنا من ياخذ السيف؟ أنت
متابعك عبر الموبايل، متابعك عبر الأثير، متابعك في كل مكان. بس ما قدرت المزون. ناموس يا مساء الخير سامر. الحمد لله على توفيق الله. فإذا كان مايك مرعب فما بالك ما خلف المايك. طيب إذن الفترة المسائية فيها مجموعة من الأرقام طبعا نتابعها سويا حقيقة في الفترة المسائية. كان هناك 8 أشواط، عدد المطايا شوي أبو سالم الله أبو حمد الله يهينك عشان يشوف المتابع 87 مطية مسافة 6 كيلومترات كانت حقيقة في هذه الفترة المسائية. خلونا مع بعض الآن نروح نشوف التوقعات، ماذا تحدث هل الركض قبل الأشواط المسائية ورموزها ونعود. مرحبا يا من لبا ودارنا من كل دار، باسم أمير الدار رمز الوفا وشعرها، التميمي حط له للهجن قدر وقار، ولا صايل من غلاها رفع مقدارها. توقعاتي بلشة كانها موجودة، أنا ما شوفها كانها أحضرت بلشة عند سالم فران، وفي العمانيات كفو عند سالم فران، والباقي عاد ما أعرفه والله. يعني هذا المعروف الفارق يعني مطايا لها إنجاز. أيوة في سن الجذاع ما لها ند على وجه الأرض، خطيرة يعني. نعم بلشة وكفو. يعني عامل المفاجآت ما تتوقع أنه ممكن يكون موجود، يعني ممكن يجيك عامل المفاجآت موجود بس مو على الأسامي هذه. والله توقعي الشوط الأول عندي إن شاء الله بلشة. أيوة والقعدان إن شاء الله عند كفو. كفو نعم هذه إن شاء الله. شوط المحليات والله يا أخي ما يحضر. نعم الله أكبر على ترشيحك، الترشيحات هذه خطيرة. أنت لكن ما ماضي المطايا لها ماضي، لكن يمكن يجيك اسم جديد في الشوط. غريب مو غريب ممكن. لا ممكن صح مو غريب مرة في الركض، لا تغرب شيء. لكن الاسمين اللي قلت اللي هي بلشة وكفو ما راح تتعدى من صح؟ ان شاء الله هذا منطق. نعم نعم. لكن اليوم توقع صح واليوم توقع بلشة امورها كيف؟ الحمد لله صحتها شلون؟ في الفورمة ان شاء الله. في الفورمة ان شاء الله. وكفو وكفو بعد. وكفو ان شاء الله. كفو امورها طيبة الحمد لله، صحتها زينة. صحتها زينة. بلشة وين؟ بلشة موجودة. وين؟ في الاخير. في الاخير. كيف تشوف حظوظك في ظل وجود الاسماء المرشحة والقوية؟ والله بناخذ حقنا معهم. الله يوفقك. بناخذ حقنا. كفو. في المشاركات انتم مشاركين في اكثر عدد كل الاشواط ولا في 3 أشواط الرموز؟ القعدان المحليات ما عندنا شيء. يعني الاشواط المفتوحه موجودين؟ موجودين ان شاء الله. حظوظك كيف تشوفها؟ والله متفائل خير ان شاء الله. في وحده اسمها بلشة وتعرفها في التاريخ، يعرفها صحيح؟ مرشحه قوي. عارفها نعم. هل انت قادر مثلا في هذا الشوط انك تسبق بلشة؟ والله بلشة ناقة سبوق، احنا بنشارك معها والرزق عند الله، اللي الله كاتب لنا بيجي، ما احنا مخلينها على راحتها. يعني ما راح تاخذ شوط باريحيه؟ لا باريحيه مستحيل. بس يا اخي يقولون فارقه، يمكن انت تعطيني فنيا اكثر. والله اليوم بيبين كل شيء. زين هذا الجو ياثر، هذا الجو على الحلال، على التوقيت؟ على لا التوقيت نعم، ولا الحلال كلها عادي عنده، يعني مستواها عادي بتغيرها حتى التيم عليهم منه، اذا بيثر على واحده بيثر على الشوط كامل. انت هادي دائما، وقلت لي ان في رمز في الـ في الـ في اللقايه وحققت رمز اليوم، توقعاتك؟ اليوم ان شاء الله احنا بناخذ لنا شيء من الرموز، بناخذ ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. سلام عليك. يعني ما نصبر. باذن الله باذن الله ان شاء الله بناخذ النار. بناخذ ان شاء الله. سلام عليك ابو هاد، بيض الله وجهك. وجهك ابيض. بارك التوفيق. وياك. اي رمز تقول لي بس خطيرين؟ والله خطيرين اكثر شيء من المحليات. المحليات ان شاء الله. والله الحمد لله بخير. يا مرحبا، سعداء جدا اولا بوجودك وحضورك الدائم والمستمر في هذا العالم الله يحفظك. انا والله سعد بعد. يعني فرحت كلها للركض حقيقه دائما لوجودك الله يسلمك. الله يفرحهم دائم ان شاء الله.
اليوم انا بارك لك وانا ومثلك افضل تيم اليوم في الفتره الصباحيه. الله يستاهل خير. الله يسلمك الشيخ. انتوا تالقتوا هجن الغرافه حقيقه تالقت في الايام اللي راحت في مهرجان سمو الامير الوالد، لكن يعلم الجميع بان السبق راحت للشحنيه، هل في تعويض عندكم؟ ما يحتاج. كافي. نعم. تكون انطلاقتكم اليوم؟ اليوم ان شاء الله، وعندنا يوم الثنايا. حلو. يوم الثنايا عندنا ان شاء الله عندنا حاجه واحده متاملين يعني انها تفوز، واليوم عندنا ان شاء الله مجموعه. ايوه. وتعرفوا في اليوم الجمعه بعد عندنا كافو. الجمعه عندنا بعد مجموعه. نعم. لا باس فيها. اي نعم. وبدينا نستعد حتى من الحين حق الموسم الجاي ما شاء الله. الشيخ شغالين الله يحفظك. ها يعني ما في توقف. شوف العزبه اذا ما تطعمها بهجن وكذا ما في ناموس. بالضبط صادق. اذا ما تدعس ولا ما في فايده. اليوم الشيخ اليوم سن الجداع كيف يعني في اسماء قويه جدا في الشوط. انا عندي بكره جايه ثاني على الرمز. أيوة. عندي قعود جايه ثاني على الرمز. حلو. والحين جايين مشاركين فيها وان شاء الله تعرفوا بعدين في هجن قويه، هجن الشحانيه. نعم. وهجن الشقب. نعم. هذه معروفه قويه. نعم. لكن احنا بعد نحاول انه يعني نكسب اي شيء في من الاشواط هذه، لان الحمد لله في فرصه اربع رموز. نعم. يعني الواحد لازم يحاول يكسب. نعم. يعني اليوم ان شاء الله في رمز عندكم توقع؟ متوقع والله ما دام اخذنا مرتين ثاني. أيوة. ليش المره ما ناخذ الاول؟ كلام داير كله عن بلشه. تتوقع بلشة؟ توقع بلشة. مع؟ مع بلشة. بلشة. مع بلشة. مع بلشة. يعني منتهي الشوط مبكر. ما في كلام. إذا عزبة الشحاني عن سالم بن فلان. أعطني اسم. ما يحتاج تشوف هني مفاجأة. المرشح الأقوى هي معروفة. لا بلشة. مع؟ بن فلان. سالم بن فلان. وأزرق القاوي مع دلة بمهرها. مرحبا في ديرة الهجن وطوال العمر ديرة تفرج يديها لجل زوارها. طيب إذن تابعنا مشاهدين الأعزاء كل الأسماء أو اللي تكلموا طبعا راحوا مع بلشة، وبلشة اسم كبير وبلشة تاريخها يشفع لها أصلا قبل حتى لا يتحدث المتحدثون حقيقة سواء في شارع الهجن أو في أي مكان، لكن بلشة اليوم اصطدمت باسم قوي جدا هو أشواق حقيقة، وليس بغريب على سعادة الشيخ حمد بن جاسم على الإطلاق هذا الشعار الرائع حقيقة في هذا الموسم على وجه التحديد على مستوى الرموز، وقدم نفسه كبير. ماذا حدث لبلشة قبل أن نتحدث عن أشواق يا أبو حمد؟ والله بلشة اليوم يعني ركضت في الشوط الأول الشوط المفتوح. نعم. وركضها مو بالمعهود. الشوط كان قوي، كان فيه جر وكان فيه كروت وكان فيه تركيز زين، وأشواق أعتقد إذا ما خانت الذاكرة أنها ثانية. نعم. على بلشة في الركض اللي راح. أحيو. والثاني لا تضمن يوم من الأيام أنها سبق. فالجماعة يعني شوف بلشة مثل بلشة ومثل المطية اللي لها جمهور لا تحضرها لها بتكون في يومها أنت كمضمر. سمعت؟ أما تحضرها مثلا يحرك كرتها وانها ما تكون في الموعد محسوبة عليك ومحسوبة عليها. صح مطية. صح كلام. فأنا بتكلم بوضوح. أيوه. واقعي. خليك واضح. لا ما في كلام. فالمفروض يعني ان اليوم شفناها في حتى لو قلنا بالشميه في يوم احنا شفناها في احسن من هالاداء. نعم. لو احنا شفناها يعني مثلا انها كانت بعيده من الشوط خبت او الناقه بنقول انها مريضه صدف هالشيء. نعم. لكن شفناها نافست. بالضبط. ودخلت لكن ما قدرت على الشوط. واشواق طال عمرك يعني اخذت الشوط وبجداره. ونمسي على ابو عبد الله ونقول له يستاهل الناموس. نعم. وهذا الركض كله يمكن دخلوا بلشة وما حطوا معها المطية اللي قريب منها للشوط دخلوا بها كاسم. حلو. زين والناس حضروا معها اللي جاء عليها ثاني موجودة معها. نعم. والهجن السباق كلها معها. فأنا بدخل بلشة. أيوة. بدخل معها أسامي قوية في حال أن بلشة ما وصلت تصل واحدة مثل بلشة ولا في مستوى بلشة شوف فيها تيام قريبة من ذا التيم. أنا معاك لكن بلشة أصلاً ما جت حتى ثاني ما جت ثالث. أنا أقول لك تقريباً حول الرابع جت. أنا أقول لك في المنافسة إذا في الخمس. أيوة. في المنافسة هذه هجن أصحاب السمو الشيوخ. فبما أني أدخل باسمي مثلاً باسم بلشة
يمكن الاسم شوي يعني خلاهم مطمنين للشوط والناس اللي جاوا ثاني يبون يعوضون. سمعت؟ والهجن الشيخ حمد بن جاسم ما يستهان فيها، حصل على رموز في الأمير الوالد وقادر على المقارعة وقادر على انتزاع الرموز. مقياس هذا أبو أنه 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 والله تاريخه وثقة وأنه يعني على كلام أبو حمد طبعا شوف تتفق معه أول شيء في الجزئية اللي قالها؟ أتفق معه في جزء وجزء أختلف معه. قول لي اللي تختلف معه الله يحفظك. اللي يختلف معه أن أنت لما يكون عندك اسم كبير أيوة وفي فارق في مستوياته بينه وبين المنافسين من الأصل أيوة. فأنت تدخل وعندك ثقة لو أدى 80% يقدر يجيب الشوط مثلا في حال بلشة حلو، لكن أنها يعني تدي هي أقل عن 80% يعني أنت متوقع من على حسب جاهزية. أنا ما أتوقع أنهم هم بيتوقعون المضمر يتوقع أنه بتظهر بهذا المستوى اليوم ولا كان ما بيجازف له لأن هي أغلى عنده هو عن عندنا إحنا نعم. كمشاهدين لكن خدم الشوط وطبعا هجن الشحانيه داخلين باكثر من اسم نعم. واسماء كلها كبيره يعني ما اعتمدوا بس فقط ان البلشي وخلوا الشوط وشاركت وحده، لا موجود عندها اسماء، عندك بنت الظبي بنت الظبي انا في المهرجان اللي راح كنت طالب وكنت متوقع انها تكون في شوط الرمز حلو لان البكره هذه دائما تركض في الشوط الاول صباح وتحرم التيم وبدون جهد. نعم انا ما 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 انا احلل ثاني ما دام مثل كلام انا اختلف معه أيوة. لو انها ب 80% بتسبقها اللي جات عليها ثاني في الوالد لكن يقول 80% بتسبق الشوط ما هي بسابقته الا 100% لان اللي اخذت الشوط اليوم ثاني أيوة. اذا ركضت ب 80% بتنسبق واليوم لو دخلوا بهجن سباق أيوة. ما هم جايين ثالث وبلشه بتجي رابع على الاقل اذا ما اخذوا بيكون منافسين ولا بيجون ثاني يعني انا اطلب منهم يا ابو حمد انا بقول لكم اذا في مشكله طبعا في الموضوع في الشوط هذا بتكلموني عنه بعد ما يشوفون المتابعين طيب. الشوط حقيقه طيب. لكن افضل توقيت سجل في الفتره المسائيه وكان في الشوط الاول بطبيعه الحال عن طريق اشواق المملوكه لسعاده الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مع المضمر سعيد بن راشد الزعبي 9:03 توقيت هو الأجمل في كل هذا اليوم الكبير. خلونا نشوف الشوط مع بعض ونرجع مع الربع ونتكلم عن عن حكاية هذا الشوط. فهيئ لنا من أمرنا يا ربنا رشدا على البركة انطلقنا بسم الله انطلقت إذن جحافل الأسماء الحاضرة 12 اسما تتنافس على شوط الشلفة الذهبية للحاق بأشواق. يا سلام يا سلام الشعار الغرفاوي يتقدم الآن الشلفة الذهبية الشوط الأول الشوط المفتوح. يا سلام يا سلام إذن أشواق انطلقت مع المركز الأول. يا بوي يا تيها تيها هجل الشقب تقدم المركز الثالث ولكن غرفاوي الشوط غرفاوي الشلفة الذهبية تنطلق هنا مع أشواق. سلام أشواق سلام ومثل ما ذكرت الورقة الرابحة للشعار الغرفاوي هي ورقة أشواق وها هي أشواق تكسب هذه الجولة تكسب هذا الانتصار. السلام من الشحانية لكم هل الغرافة تهانينا للداعم الرسمي لهذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. التهنية لسعادة الشيخ محمد وللمضمر سعيد الزعبي الشلفة للغرافة الشلفة فالي أشواق. الإبداع نموت غيرك ما طار يا شوق لولا حبس ما يبروق ما للحب بعدك ذوق غيرك ما طار يا شوق لولا حبس ما يبروق يا الله وجهك وش سويت يا شيخ؟ ما قلت لي الله يسلمك لك ما قلت لك انا عن المفاجأة هذه جات ثاني ها؟ ناموس ستار خير ستار خير كم ساعة؟
مساء الخير الله يطول عمرك كبير هذا والله اقوى توفيق. شوت خدته والله توفيق من الله يا مشعل توفيق من الله مجهز الدنيا ها اي والله مبلي الناقه وتوفيق على الله عندك شوت عندي شوت روح بعد الشوت جي طيب نفداك طيب مرحبا زار الدهر ولا شان فيك المغرب والهن دايم حيل لك شفق انا بصم لك على العشره طيب إذن هكذا هي الصورة سعد الشيخ حمد بن جاسم قال بأنها حاملة اللقب وراح تكون خطيرة اليوم في لقاء حقيقة معانا اللي تبعته قبل شوي لكن أشواق شلون قدرت تلطم أقوى شوط في هذا المساء سيد أبو عبد الله أشواق طال عمرك أنا أشوف أن مستواها زاد أيوة. من بعد المستوى المعروف في الأمير الوالد لما جاء الثاني مستواها تحسن بنسبة كبيرة جداً يعني صار عندها نقلة نوعية في المستوى وفي نفس الوقت بلشة اليوم صار عندها نزول في المستوى بلشة أنا أقول لك أسطورة وبلشة مش ناقة عادية لكن بلشة اليوم مستواها ما ظهر أشواق اليوم تألقت لكن أشواق مستواها تصاعدي ويحسب للمضمر فيها شغل كبير جدا طبيعة ركض أشواق ما تدفع ما تستفز الجماعة دخلوا لها بنت الضبي عشان أنها تقود الشوط حلو لكنها أشواق ما راحت مع اللي يروحن قدام فما صار عليها ضغط ما قدروا يستهلكون طاقتها حلو دخلت عليهم في آخر كيلو ونص كيلو 200 والبكرة عندها مخزون ونافستها بنت الضبي لمسافة يعني إلين آخر الأمتار أيوة. لكن أشواق فرضت يعني أنت تقول لي أنت بنت الضبي بالنسبة للإخوان في 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 هجن الشحنية نعم قامت بالدور قامت رغم بالدور. انه إيه؟ لكنها دورها المشكله وقف لا لا عندها اندفاع واشواق ما عندها اندفاع اشواق طبيعه ركضها تخدمها ان ما ما ما, ما تستنفذ او ما تستهدف ما تستفز ما تستفز ما تستهدف ما تقوم في اول الحلال ما تقوم في الخمس الاوائل فتتحرك لما يطلب منها فهي يعني نفس الشيء من ضمن خيره الحلال اللي في الرموز نعم نوعية الرموز لما تكون عندك مثل هذه النوعية مثل الجزيرة مثلا الجزيرة ما تقوم في الحلال وما حد يقدر يستفزها لأن تقوم في مجموعة في مكان آمن من الاستهداف ولما يطلب منها المضمر أيوة. تنقر فنوعية الحلال هذه تناسب الرموز لما الله يرزق المالك مثل هذه النوعية هذه نوعية رموز فأشواق اليوم شفنا فيها يعني شفنا منها متعة والشوط كان ناري وعكس كل التوقعات حلو, حلو. هذه الاسمين موجودة الاسمين في الشوط حقيقة سواء اللي أشواق اللي أبدعت اليوم وبلشة كيف قدر أنت أبو حمد كيف قدر السيد الزعبي اللي هو المضمر أنه يتغلب على بن فران في هذا الشوط ويقلب الأمور رغم أن الاسمين هما كانوا ايضا على موعد في سباق سمو الامير والله اشواق ناقه سبوق وناقه قويه اذا اخذت رمز ولا بتكون وصيفه الرمز شفت عرضها الليله ما لها ناقه في الشوط هذا ما لها ناقه من وجهه نظري ان الناقه الليله هنا في الشوط هذا ما لها ناقه لها بلشه لكن بلشه يعني ما تدري مطيه يعني تحضرها للشوط على انها بتسبق وإذا صدف حرارة ولا الناقة تعبانة ولا الناقة فيها شيء داخلي لكن إذا أنا أقول أرجع وأقول لك مش حل إذا الناقة هذه حضروها ويشوفون اليوم إنها في يومها العتب عليهم يعني إنها لكن أنا أقول لك لو أن أشواق جابت مركاضة أيوة بيكون منافسة قوية ولا هي من سابقة لأنها من الهجن القوية وتعتبر من ندر الهجن لكن ما في مطية سمعت ناقة الرسول سبقت ما في شك احنا ما نتكلم لكن عنك. أتكلم لك ما يعني عذرها معها المطية ما يتكلم تقول لك أنا مريضة أنا معي حرارة أنا منف في يومي لكن إذا هم عارفين الناقة وقدم مستوى أنا معك قال لك قول لنا الله قال لك لو مريضة ما تقدم المستوى صح ولا لا قال لك أبو عبد الله على الموضوع أوكي. يعني لو في عنده مشكلة ما تجيك طال عمرك ثاني ثالث أو تنافس في الأمتار صح ولا لا تكون ورا أنت اللي قلت الكلام أوكي أنا قلت لك إذا لكن أنا أقول لك الناقة هذه ناقة قوية أنا ما ألعبها يعني ما أقدمها إلا هي في يومها أيوة. فأنا أرجع أقول لك أيوة. إذا هي في يومها سمعت ومقدم استواها يعني في مشكلة وإذا الناقة مريضة فكثر الله خيرها أنها جات ونافست وزين لو قدموا أسماء مثل ما قلت لو قدموا أسماء في الشوط كان الشوط بيكون صعب لو الوذنة مرفوعة معها أيوة. في كلام ثاني الوذن اللي هي جت ثالث في الشوط المحليات لا اللي هي خذت الشوط الثالث الشوط الثالث الوذن اللي هي مملوكه للشعائر اللي جت ثالث في الشوط الثالث لو كانت موجوده اي صح تيمها افضل يعني ممكن يكون في منافسه او نشوف ممكن تسبق ممكن تجي ثاني ايوه في كلام ثاني
يعني الموضوع انت تتكلم. انا اشوف ان الشوط المفتوح اهم شوط في الركب، المفروض يعني نبارك للشيخ حامد بن جاسم. نعم. ونفرح له يستاهل عبد الله، والمنافسه هذه حلوه، نفرح للشيخ حامد بن جاسم. نعم. والهجن الشقب. نعم. والهجن الشحانيه. نعم. وللشيخ عبد العزيز. نعم. ولجميع اصحاب السمو السعاده الشيوخ الموجودين. نعم. وشعارات. لكن ايوه ودنا يعني بالمرتبه الاولى ان احنا نشوف هجن الشحانيه مستوى ثاني، يمكن نقول ما عندهم قله هجن. خلاص اخذوا مثل الناقه اللي سبقت ناقه الشيخ حمد، حطوها في المؤسسه. اي مطيه نبغى نشوف، ما نبغى السيارات، السيارات ترى ما احنا نتابعها، احنا نتابع الرموز ونمشي. صادق سمعت؟ سيارات ما حد، سيارات كل واحد عنده سياره جديده، ابغى الشوط يروح يعني انا اعتب عليهم اذا كسرت مطيه شوط من لجن الشيوخ. نعم. وداها في سياره اضمن عليها مثلا سياره انا ما ابغى سياره، الشيوخ لا هم مقصرين علي. نعم. جميع مطيه فيها حركه تحترق والتنفس بتروح. نعم. للدوره. نعم. وادري انها بتاخذ سياره فوديها، يمكن تاخذهم الشوط، يمكن تسبق، يمكن انه طايل عاده الدرجه الثانيه بوديها للسيارات. انا ما عليك صور سيارات، فانا ودي الوذنه انها قدمت قدام مع اختها. اي خاصه مثل ما قلت لك بلش تاريخ ولكن كبير. ولكن لا لا صادق عند الجمهور اليوم. شوف يا مشعل والله الليله واقولها لك تحت الهواء قبل شوي. نفرح اذا شفنا ابو عبد الله في الدوره. نعم. ونفرح اذا شفنا الشيخ جوعان في الدوره. نعم. يعني وجودهم يعطي حماس، يعطي يشجع على الركض كلهم. نعم. بس انت قلت نقطة، قال نقطة مهمة ابو عبد الله انه ايه سيارات، المسألة مش مسألة سيارات، مسألة رموز. رموز كبيرة يجب انك تشتغل. ها ما انت بتدخل كل حلالك في العزبة عندك. احنا شفنا 86 مطية مشارك المسألة يدخلونهم في شوط واحد. لا لا هو يتكلم عن النخبة يا شيخ، تتكلم عن النخبة ولا لا؟ اتكلم عن النخبة. عن النخبة تركض يقول لك في الرموز. حتى قال لك عندك بلشة، عندك بلشة تبغيني مثلا اجيب لك اسم مطية ماخذها رمز ولا ثاني على الرمز ومنتقلة ملكيتها ومودها للسيارة. ايوه ليش؟ واضح الكلام يا ابو سياره. لا لا انا اتكلم لك، انا ودي العزبه كلها، انا بودي نخبه من الهجن، اما ودي واحده تجي عاشر تدلج من الكيلو الاخير واقول له هذه راعيه سياره، ما هي براعيه سياره ولا هي براعيه نادي ولا حتى حصارتي في بطنها القت. ابو حمد عند بلشه كان ما حد متوقع، انت سالت هل الركض حد قال لك ان في احتمال يمكن. انا امس ايش مرشح؟ مرشح بلشه. لكن طال عمرك بحط معي مطيه ثانيه في الشوط. اي بس اذا جاك تكتيك ولا شغل عدل العالم اذا الناس يشتغلون عليه ويتجعد على بلشه ويقول اذا بلشه. يا ابو عبد الله احنا خلينا نكون واقعيين. سمعت؟ نعم. علشان المشاهد يقول الربع ذولا كل يوم شايفين وجيههم ولا منهم فائده. لا لا ان شاء الله منهم فائده. بس انا تخرب لك تتكلم بالشيء الصح. حلو. انزعلوا هل المؤسسه؟ لا لا ما يزعلون يا رجال، انا اقول كلام طيب. انا اتكلم عن ان الهجن السباق توده في الرمز. صح. انا ما اخسر رمز بسهوله، انا مؤسسه مثل مؤسسه هجن الشحانيه. نعم. أضارب. إذا جيت إذا ما سبقت أجي ثاني، أما طال عمرك أجي ثالث. الشيخ حمد بن جاسم يعني مو مثل قوة هجنة، مو مثل مؤسسة الشحانية عددا، لا عددا ولا قوة. أجي أخذ الأول ومؤسسة هنا الشقب بيض الله وجيههم وصيف الرمز المفتوح. الله أكبر. هو الشحانية الثالث. لا لا ورمز رمز المفتوح بعد الشقب. لا أي ما قصر خذ الرمز مش وصيف، خذوا الرمز. أنا أتكلم المفتوح. مشعل أي هو حتى المفتوح، المفتوح وصيف. وصيف يا مشعل، يا مشعل في اسماء. انا اتكلم عن الشوط مفتوح القعدان عندهم راح. انا اتكلم لك الحين عن اوكي ثاني زين يعني. لحظه من اللي جاء ثاني في المفتوح؟ في البكار ولا القعدان؟ البكار. البكار هجر الشقب بس بيض الوجه. انا اتكلم الشيخ حمد بن جاسم. أيوة. الشقب وصيف كون مؤسسه، تكلم لك عن مؤسسه. صحيح. توها الرجل يتكلم منطق يا رجل. والله مع المنطق انا كمنطق انا لو اني منطق انا اتفق مع مش اتفق كلامه منطقي مقنع. طيب. يعني انا اكلمك عن الحين. أيوة. اسماء عندك بنت الظبي. ايوه وعندك بلشه، هذول الاسمين كبار لو هم العرب يدورون يعني منزلين واحده منهم ممكن، لكن عندك يعني قد حد يعني يا ابو عبد الله ما قاطعك يعني قد قوه هجن الشحانيه يعني بنت الظبي مدحتها، لو قلنا ذيك مختله المفروض ان ذي عوضت خذت الرمز، ليش ما حد منها كلها اسامي اسطوره؟ لا لا نافست لكن يعني معناته الضعف وين؟ لا 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 الضعف. انا ابغى الخلل وين ترى يا الخلل وين؟ الخلل قول لي خلي يرد عليك. لا لا الخلل وين؟ هو يقول لك انه يا اخي النخبه لا تروحون تدورون سيارات، صح ولا لا؟ هذا كلامه. النخبه تودونا على هذا واضح كلامه يا شيخ. يقول بنت الظبي، يقول بنت الظبي اسطوره بعد. أيوة. خلي يقول لي وين جات؟ جات ثالث. ثالث. لكن عجل سنتين اسطوره وثالث ورابع. لا لا يا مشعل انت تنافس مؤسسات، الحين هم تنافس المؤسسات اللي معهم. أيوة. انا الحين اقول لك ان هذه المؤسسات اللي نافستهم هو يقول ايش السبب اليوم انهم ما ادوا؟ عجل اقول لي الكلام هذا واقول لي السنه الجايه اذا المؤسسات هذه في شهر انت وين تختلف مع الله يرحم والديك؟ وين؟ انا اختلف مع ما اختلف معاه انا
اتكلم عن شوط. هو الرجل قال لك انا اتكلم عن شوط. أيوة. المضمر ساق اقوى اسمين، واحد من الاسماء اسطوره متفق عليه جماهيريا حتى اللي ما يعرف الهجن بلشه، واحتياطا حطوا بنت الظبي وعندهم الدوحه في الشوط وعندهم اسماء قويه. الحين اكلمك الحين ليش ما اخذوا الرمز؟ أيوة. لان المنافس تالق يا اخي، انت منافسك تالق. المنافس اشتغل عليه، المنافس اذا بيفوز لازم يشتغل، لازم يتكتك ولازم يعرف نقاط الضعف والقوة. في المقابل الاخوان اللي قاعدين ينافسون، نعم، هل هم مثل ما قال لك ابو حمد ينتظرون طال عمرك يتفرجون؟ لازم بعد يقدم له ارقام. المسند ايش قدم لك؟ مثلث برمودا احكم القبضه في الشوط، صح، ثلاث كلها قدام ورا بعض، ما عنده منافس، عنده اسامي، عنده اسامي قويه مو بسيطه. هو قصده يقول لك ليش مثلا، صح، المسند امس ليه ما راح ودى رمانه اخذت سياره؟ ما تاخذ سياره رمانه؟ حمد بن غانم، حمد بن غانم وش قدم مع شو اسمه؟ قد رفع القعود، رفع ضحى بالقعود الثاني، نعم، بياخذ صحيح وودى مع الفايز، صح. وهذا لا، انت تتكلم عن شعب يعني، فما بالك مؤسسات الشعب. ايوه انا شوف يا مشعل، بعض الكلام انا اقولها لك، بعض الكلام ممكن الشخص ياخذه عكسي، انا مع الربع وبيض الله وجهه. بالعكس انت تقول مصلحه لا هو يقول مصلحه لا لا يا مشعل، تحت الهواء ممكن شخص يقول لك يا اخي بياخذون على خط الرم. لا ما ياخذ، من ياخذ؟ من رفيقك اللي ينتقدك ولا اللي يطبل لك؟ لا اللي ينتقدني طال عمرك صح، انت قاعد النجاح انهم عزيزين وغالين، واني احبهم كلهم واتمنى لهم الخير يا اخي، تحبهم شيء ثاني، واني اول واحد يرفع القبعه اذا فازوا. نعم، لكن انت الحين ابوك ولا اخوك الكبير اذا شافك في غلط، أيوة، يتكلم معك وينصحك ولا لا؟ نعم، ينتقدك ولا ما ينتقدك؟ نعم ينتقدني. واللي يسكت عنك يصفق لي، هذا يبي ضياعي بس خلاص، بيض الله وجهك. وانت ترى شوف اسمع، انت رجل ما عليك، لا ما اسمح لي، ما عليك من احد، طيب ما حد يزعل منك يا اخي. وين يزعل مني؟ قالك يزعل منك، انت تقول اللي تشوفه والمنطق اللي قاعد تتكلم عليه، صح. اليوم المؤسسات الكبيره هذه، انا متاكد المؤسسات الكبيره ما تدور سيارات يا اخي، يا اخي تدور رموز وتدور علم. النخبه اللي يقول عنها المفترض أنها تقدم، خاصة في أسماء أساطير هذه اللي نتكلم عنها، المفترض أنك في هذا الشوط تقدم كل ما عندك عشان تلطم الرمز. هذا كلام منطقي، من اللي بيزعل على الكلام هذا؟ شوط السيف يمكن، يعني المضمر اللي يدير الحلال، أيوة، اللي موجود في العزبة يقول لا هو انتقدنا، احنا ما قدمنا، لا بيض الله وجهكم قدمتوا، لكن مطلوب منكم الأشواط المفتوحة تحسبون، نعم، لها تعدون لها العدة الصح. لو فرطت من السبق ثاني أحس أنك نافست عليه، أما طال عمرك مثل ما يقول أسامي الحين اقنعك ولا ما اقنعك؟ لا خليني أخبرك، هو اقنعك ولا ما اقنعك؟ أنا وياه ما بعكس الفكرة يا مش عارف. عطني العطية كم يقدم في السيف؟ بس العطية اللي بياخذ السيف كم عطية؟ واحدة ولا عشر؟ واحدة. كم يقدم في السيف؟ أنت تتكلم عن الشعب ولا الشيوخ؟ الشعب قدم سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. ما يبي ياخذ سيارات؟ لا يبي مو بالسيارات، يبي السيف، يبي السيف، هو يبي السيف. أيوة. خلاص أنا أقول لك يا جماعة الخير، ما عندك بالكثرة الأمور، بس في كواليتي يا أخي يختلف. هو يقول لك لحظة عندك بلشة، قول لا بس أنا بوضح لك نقطة، خد إيش يقول هو؟ هو يقول الحين هجن الشحنية فيها يعني ليفل 1 وفي ليفل 2، او المستوى الاول والمستوى الثاني، صح. نعم. يقول لك المستوى الاول، صحيح كلامي، صحيح. يقول المفترض انه يقدم على الرموز، وتبون في سيارات في ليفل ثاني قدموه، مو بالعدد، لان مؤسسه شحنيه كم جذعه عندهم؟ قدموا لنا كم جذعه في الشحنيه؟ قدمين الاسماء يا مشعل، قدمين اسماء كلها تقدر هذا كلامه، تقدر تاخذ سيارات على البراد. هذه الاسماء اللي اليوم مشتركه في الرمز، ايوه، انا اقول لك تقدر تاخذ اسماء على البراد، لكنها مقدمة في الرمز عشان تخدم الرمز. لكن اليوم أشواق، أنا لما أقدم لي ثنتين من مؤسسة، لحظة، أقدم لي ثنتين ولا ثلاث ولا أربع، نعم، من اسم مؤسسة، ويجيك شعبي يقدم لك عشر، نعم، في الرمز، هذه كلها تأخذها على البرد، اللي تفلس السيف تأخذ السيارة على البرد، صح. أنا أتكلم لك، أنا شيء أنا أتكلم فيها أقول لك، يعني قدموا لي، أعرف وش اللي يروح في السيف. اللي عندكم يا مؤسسة الشقب، نعم، اللي يروح في السيف عطني اساميه. عندك يا عزبه الشيخ حامد بن جاسم، خلني اعرف النوعيات هذه اللي عندك. انا يا واحد من الجمهور، انا كمتفرج، انا كهاوي هجن، اعرف الاسامي الاسطورات اللي عندك، الهجن القويه اللي راحت قدام. سمع اما طال عمرك تجيب لي مطيه فيها اسامي مطايه طلعت من السيارات، خذت رموز، مثل البكره اللي اخذها حمد بن غانم، ما اخذ سياره في الامير الوالد، صحيح، امس طلبت الرمز. طلع لي النوعيات، لما يجي مركاض الامير الخاخر ختامي، ما عرفت النوعيات اللي عندكم، تقدم لي ثنتين كلنا معلقين على بلشه، هذه بلشه سبقت اليوم، يلا، صح. وين الكرت الثاني البديل؟ بنت الضبي ثالث، ولو انهم ضغطوها، لو انهم لحقوا واحده كان طلعوها من المثلث. شكرا يا حبيبي، يعطيك الصحه والعافيه على التوضيح. يبدو ان الصوره واضحه من سيد ابو حمد على كل الامور، خاصه بين قوسين بلشه، لان البلشه رقم واحد في المنطقه في نهايه الامر في سنجدع، صحيح؟ ها، نعم. شوف سعاده الشيخ حمد بن جاسم ماذا قال بعد هذا التميز الكبير. يا
ترى يشوق لو لا حبس ما يبروق ما للحب بعدك ذوق غيرك ما ترى يشوق لو لا حبس ما يبروق ما للحب بعدك ذوق أبصم لك على العشرة أول شيء أبارك لك طال عمرك بأريحية وعلى تألقك وعلى إبداعك وأنت من النوع من 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 الناس اللي قاعد يشتري سبق ونوعيات كواليتي يعني. الله يسلمك والله الحمد لله رب العالمين وأنا سعيد جدا بتواجد سعادة الشيخ جوعان اليوم بيننا في ميدان الشحانية ونفس الشيء سعيد إن إحنا فزنا اليوم خذنا الشوط الرمز وهذه البكرة أشواق من هي أصلها كانت ملك ناصر بن محمد بن حباب الهاجري وكنا نتابعها من لما كانت لقية وكنا نتابعها دائما وسباقاتها والسنة الحمد لله إن إحنا جات من نصيبنا وناصر يعني إحنا وياه الحال واحد فلما تكلمنا عنها قال أبرك الساعات والناقة ناقتكم والحمد لله إن إحنا خذناها وتطورت بعد عندنا أكثر وأكثر واليوم أنت شفت سعيد الزعبي ما قصر في بذل جهد كبير في إنه يوصلها لهذا المستوى. نعم الشيخ أنت حققت اليوم أقوى شوط الجداع أنت تعرف معي والعالم كلها كانت أنظارهم كلها على أسماء معينة وخطيرة بنهاية الأمر برافو عليك بلش الشيخ الآن كلمني طول عمر عن كيف قدرتوا تعالجون يعني تأخذون هذا الشوط يعني. والله شوف إحنا على أساس مستوى أشواق في السباقين اللي راحت. نعم. كانت يعني دائما تنافس وانا قلت لك قبل السباق قلت لك دائما اللي ياخذ الثاني مو بصعبه على انه ياخذ الاول. نعم هذا اليوم اللي قلت لك قبله. فالحمد لله انت مثل ما انت شفت الله. لما كانت اشواق في المركز الرابع انا قلت حق الاخوان في السياره قلت ان شاء الله ناموس اليوم الله يبيض وجهك. ما ارجع واقول لك دائما الشيخ ما انت من النوع اللي ما توقف للامانه على المشتريات تجيب سباق حتى لو ترحل تعوضها باسماء رغم انه البعض يقول لك والله اذا راحت سباق ما في ما حد يعوضها يعني. الله يسلمك. لا احنا من هالايام هذه كلها واحنا نشتري ونجهز حق ان شاء الله الله يعطينا العمر ان شاء الله حق الموسم الجاي وأشواق انتقلت ملكية حق سعادة الشيخ جوعان وهو يستاهلها. نعم والعسوجية ثنتينهم يامر على العزبة كلها الشيخ جوعان كل شيء تحت أمره وما راحت بعيد الصراحة وإن شاء الله يفاله الناموس دائما. الشيخ جوعان للأمانة سعادة الشيخ جوعان اليوم قاعد يعطي إثارة كبيرة مع أصحاب السمو سعادة الشيوخ لكن أتكلم باقتناء للسبق وين ما كانت السبوق أيضا يحاول لأنه يبي يكون على الموعد دائما في كل الرموز. أنا والله سعيد اليوم بفوز سعادة الشيخ جوعان بالشوط الخنجر وإن شاء الله بكرة في الحقائق وإن شاء الله أتوقع أنه له بصمة هجن الشقب. نعم. وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. الله يحفظك. والقادم عندك الشيخ؟ عندي بكرة إن شاء الله في الشوط الحقائق عندي في بكار وفي القعدان وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله فوز بنفس الوضع ولا؟ يعني لا في عندي بكرة سبوق. نعم. إذا الله وفقها إن شاء الله بكرة من نصيبها الشلفة الله. ولمن تهدي الإنجاز الشيخ في النهاية الله يحفظك. أول شيء محبين شعار هجن الغرافة كلهم لأن الأخوان دائما متابعين معاي ودائما اتصالاتهم يسألون عن استعداداتنا أهدي لهم الناموس. فيك المرابل والهن دايم حيل لك شفقة نبصم لك على العشرة لو لا حس ما يبقى يبصم لك على العشرة. بعدين طيب إذن هذا هو لقاء سعادة الشيخ حمد بن جاسم اللي تابعناه حقيقة ويبدو أنه سعيدا ويعني يستحق حقيقة السعادة الكبيرة اللي جالس يقدمها في العالم الساحر في الهجن. أنا بتكلم عن سعيد الزعبي المضمر اللي أشرف على أشواق هل كان عنده اسم آخر ولا أبو عبد الله عشان تكون في الصورة؟ نعم. ولا فقط أشواق في الشوط؟
اللي نافس أشواق، اللي تقدر تنافس وأصلا تنافس، واللي طلع في الشاشة وطلع قدام المشاهدين أشواق، ما شفنا له أكثر من اسم ولا أكثر من شعار. لكن ما كان عنده اسم ثاني المدهوشي عنده، يعني شعار تكلم شعار غرفاوي في الشوط. غارة أشواق ما تبي مطية يعني تخدمها أو أنها تدفع مع الحلال اللي قدام. ما قلت الحق وإذا الحقت المستانسة أنهت. حلو، حسب الطلب. ومو بالناقة اللي يعني تستعرض ولا عندها، يعني بعض الحلال إذا كلمته عنده 300 متر 400 متر يعني سرعة عقب خلاص يوقف سرعته، يعني أنت تفضل بطارية. هي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، على سرعتها تكون على سرعتها للنهاية. بس كل ما إحنا تونا كنا نتكلم، كل ما كثر الحلال والنوعية والكواليتي عندك يكون شانس أكثر طبعًا. لأن حتى لو صار أي خلل أو مشكلة أو شيء لا قدر الله في الشوط يكون في في تعويض. لذلك أنا أسألكم، سعيد الزعبي كمضمر حقيقة قاعد يقدم لنا، وتكلمت قبل شوي بأن طور أشواق. أشواق في سباق الأمير الوالد تختلف عن أشواق في سباق سمو الأمير. سعيد مضمر ومتمكن وقريب واجد من الحلال، ويعني متابع سمعت، ما يقل أهمية عن المضمرين المؤسسات الأخرى. نعم. الدليل بأنه وصيف رمز وأخذ رمز ويأخذ رموز سواء في الشيوخ ولا في الشعب. زين، ونقول ناموس له يستاهل. نعم، ايش سوى هو؟ سوى يا ابو عبد الله، والله سوى. ايش اللي عمل؟ سوى الهواي سعيد اليوم. ايوه، ذهب الربع اليوم مو بيوم ومستعرض. لا لا لا، استعرض في الشوط. سعيد اشتغل على الشوط حلو، وكانت عنده ثقه في مطيته. العالم كله اجمع على بلشه واستسلم على انها بالضبط. بلشه، لكن كمضمر ومنافس هو وهجن الشقب اشتغلوا واجتهدوا فعلا. لا لا، القصد انهم كمنافسين ما دخلوا الشوط وهم مستسلمين لاسم ما. نعم، بالعكس احترموا المنافس واشتغلوا وعدوا العده. وسعيد كانت له بصمه في اعداد المطيه وتحسين مستواها، اثنين في مساير الشوط. نعم، حتى تطورت، تدخل باسم واحد. يوم كانت عنده، يوم كانت عنده جايتها من بدري، يعني توها ما صار لها وقت عنده حقيقه. نعم، صحيح. وبعدها بدا وظهر لنا في هذا الشكل سعيد الزعبي. خلونا مع بعض نروح نشوف سعيد الزعبي ماذا قال للحصيله بعد ان توج بهذا الرمز الكبير. يقول لك ناموس استاهل خير، الله يطول عمرك ويسلمك. رجعت اليوم اقوى شوط استطعت ان تحقق، الله يحفظك. الحمد لله، توفيق من الله. نعم. والناقه السبوق، وهذا توفيق من الله. نعم. الى الله وفقك الانسان كل شيء زين. ابيك طعمك فنيا شلون، لان انت تشوف بالنهايه ترى الاسماء اللي معاك مرشحه وبقوه. الهجن مرشحه والناقه قويه والهجن اللي معها قويه. وتوفيق من الله، ناقه حقت ناموس وتوفيق من الله. ناقه وش علومها؟ كلمنا عن علومها. ناقه قويه، ناقه صفه الرمز في المركاض سمو الامير الوالد. ايوه، وناقه قويه عندها سبق، وعندها شارينها من عند ناصر بن سعود بن حباب. ايوه، وناقه قويه، واحنا ما شريناها الا نبغى هالشوط ذا. اليوم كل الانظار على بلشه صح ولا لا؟ صحيح صحيح صحيح. نعم نعم، انا الانظار عليها. أيوة. وانا يعني حسب نظريتي انا اقول ناقتي بتسبق. سلام. نعم، الناقه مستانس منها وتفحمها قويه، والناقه عليها ترشيحات. نعم، بس الناس كلهم ماشيين مع بلشه، وبلشه تستاهل. نعم، ناقه قويه، لكن الناقه دي قويه. قدمت رساله للجميع بان لا مستحيل في هذا العالم اليوم في هذا الشوط. الحمد لله على التوفيق. الحمد لله على التوفيق. سلاله بنت الحسيني. بنت الحسيني. نعم، ويقود هذيبان. صحيح، ما عليك زود. زين، الرساله لهذا الشعار الغرفاوي الذي يبدو هذا الموسم مثير صراحه. الحمد لله على التوفيق. الشعار الغرافة ان شاء الله متعلق في الرموز، ونقبل ان شاء الله احسن. نعم، والاهداء لمن تهدي لهذا الانجاز هذا؟ نهديه لسمو الامير والمشجعين شعار الغرافة. في تعاون معاكم انت سيد مدهوشي ولا؟ نعم نعم، لازم لازم لازم. نعم، تعاون. صحيح، لازم تعاون. يعني لو قدحنا بالشوط هذا بس من شوط الرموز. أيوة، لازم عندنا تعاون. نعم، سعد الشيخ حمد بن جاسم يقول لي كلمه مهمه جدا، يقول في الثنايا احنا ايضا خطيرين. صحيح الكلام، انت مو مشرف فني. انا اتكلم انا ما عندي شيء في الثنايا. أيوة، ولكن عند سالم عنده. أيوة، مطايا، عنده مطايا قويه. شو يعني لك هذا الرمز في النهايه؟ والله الحمد لله على التوفيق. الحمد لله، يعني رمز سمو مركض سمو الامير، وش يعني لي؟ طاير من الفرح. الحمد لله التوفيق. زين، احنا بنصور شو اسمها هي
أشواق. أشواق مصورها. توقع الله. وبناخذ لقطات معاها. طيب. وبتكون أنت موجود معانا. حاضرين. دايم حيل لك شفق أنا بصم لك على العشرة. طيب اذا قال لكم سعيد الزعبي بانه هو مخطط عليها اصلا انه بيفوز من قبل الركض حقيقه، سمعت سالم؟ والله سعيد كلامه خطير، والرجال اذا وعد وفى. وقال لك ان الناقه ايوه يعني انا دخلت وانا متوقع اني اسبق. الناقه وصيفه رمز، دائما وصيف الرمز احسب عد له العده. حلو، بس يعني انت في تحدي يا سالم، انت اليوم في بلشه والشارع كله يتكلم مثلا عن الرقم واحد، فانت اذا يعني هذا الرجل النوعيه المضمر اللي مثل هذا انا يعجبني السباق الجاي اللي يتحدى مع نفسه يا مشعل. لو فيه السباق الجاي ايوه اول العالم البارحه كلهم رشحوا ايش؟ بلشه. تتوقع لو فيه سباق بيجمع الحين بلشه وبيجمع اشواق تنقسم الاصوات ولا لا حاليا؟ إيه؟ انا 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 تنقسم. أنا ما في شك. ليش يعني وش اللي يفقد الثقه في بلشه؟ ان اشواق رايح ايش قال الحين؟ قال الناقه معطتني تفاحين ايوه والناقه ما قدمتها الا انا واثق اني بسبق الشوط. يعني معناته مو هو بحاسب الحساب مثل المطايا القويه اللي كاسطوره ما تنسبق. سمعت ولا كان دور خيال؟ اقول يعني ما في مستحيل، هو حاط بينه وبين نفسه انه ما في شيء مستحيل. اسمع في النقاش قال لك واضح، قال انا دخلت الشوط وانا داري عارف اني بسبق الشوط. شوف هل عشان كذا انا قاعد اقول لك الرجل قبل الشوط يقول انا داش الشوط وانا ضامن، ومعها سامي مثل بنت الضبي ومعها بلشه ومعها هجن الشق. نعم، مع ذلك قال لك انا وفعلا ناقته بالكيلو الاخير خلاص يعني اليوم طلب منها استعرضت الناقه ما شاء الله تبارك الله. ثقه سعيد مبنيه على معرفته وامكانيته، لان الناقه هذه طال عمرك سعيد حصل فيها مجال للتطوير وطورها واشتغل على جهود يعني مكثفه، فنقول ان عد العده وفعلا بينه وبين نفسه كان بينه تحدي. ترى شوف لما تكون مرتاح من تسليط الضوء غير، الحين بيتحول الاضواء على اشواق وبيعيش هو نفس الدور كتسليط ضوء عليها كمطيه. نعم، وبيبدا عليها الشغل وبيبدا عليها التكثيف. الشعار الغرفاوي ايوه تالق وكان نوعا ما الجمهور ما يعني ما متوقع ما يحط عليه ضغط اعلامي. نعم، الحين بعد الانجازات نعم شعار الغرفاوي جمهوره ما يرضى الا بالرموز. بس المفترض انك انت حتى في الشوط يعني انت لما تدخل الشوط لازم انك تحرف كل الاسماء اللي في الشوط. طبعا في نهايه الامر طبعًا يعني هذا اشواق مش جايه ثاني. صحيح، يعني المفترض انه يحسب له ألف حساب من الكل. صحيح، مثل ما هو قاعد يقول انا كنت حاط الاسم الرقم واحد اللي هو بلشه واستطاع اني الناس يسبقها طبعا وباراده واصرار. صحيح، مع نفسه تحدي مع النفس، هذا اللي اسمه تحدي، كيف تتحدى نفسك والرقم واحد اللي في الشوط. طيب احنا رحنا للعزبه كذلك الامر وقدمنا لكم اشواق، وبالمناسبه اشواق انتقلت والله يبارك لها ان شاء الله لهجن الشقب اللي المملوكه بالضبط المملوكه لسعاده الشيخ جوعان بن حمد، ويستاهل ابو حمد، وان شاء الله من تالق الى تالق. ونتابع الاشواق وهي في العزبه. الدهر ولا شان في كل مغرام والهان دايم حيل لك شفقان. يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه من جملت هذا الرجل سعد الشيخ حمد بن جاسم وشعار الغرافة وجمهوره في يوم كبير. الله يحفظك. الحمد لله على التوفيق. ما شاء الله ما شاء الله. ناقة سبوق ومجملة. ما شاء الله عليك يا أخي. بس الأمانة الاختيار كان موفق، ووضعكم لها في الشوط الكبير وتوقعكم كان موفق بعد سيد زعيم. ناقة قوية وحنا شريناها للشوط ذا، حنا شريتها من عند ناصر بن سعود بن حباب. والله ما شريتها لأبغاها للشوط الأول. يعني تحطك من نعم من يوم شريتها وأنا أبغاها للشوط الأول. زين، أنتوا كنتوا تراقبونها من زمان ها؟ لا، الناقة تركضها في مركاض المؤسس وصلحت لي الناقة، والناقة قدرت أنها قوية. ما شاء الله عليها. للأمانة الحين العرب العالم وينهم عن 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 مثل هذه النوعيات الكشافين؟ أتكلم عن الكشافين. والله ما علي يا ولد، الناقة تسبق، هي عندها سبق في الإمارات وعندها سبق هنا، بس الناقة ما بعد الناس تفتولها يعني مضبوط، يعني ما طلعت على الشاشة. ما شاء الله، جمهورك فرحان اليوم. الحمد لله على التوفيق. سعيد اليوم. الحمد لله على التوفيق. بس أنت يا أخي تظهر مرة وتغيب مرات، يعني أنا بسأل يعني
يعني لو جيت السبوق سبقت، وما وجدت السبوق الدعوه كلها على السبوق. نعم، لانك اليوم قدمت عرض رهيب اليوم. الحمد لله يوم يوم جاتك السبوق اعطيتها حقها صراحه. الحمد لله على التوفيق، توفيق ووجهنا فداك وجه. زين، بس سؤال، سمعت انها انتقلت لهجن صحيح صحيح الشقبة. نعم نعم طبعا هم يستاهلون للامانه. اي والله يستاهل الشيخ جوعان، يستاهل والله انه يستاهل. رجل دخل بقوه ويدعمون بقوه، والحمد لله وانجز من دخلانه قوه، انجز الحين خذ لهم رمزين ما شاء الله. وهذه بدايه المشوار. نعم شيء طيب ذا، شيء طيب. زين، وانتم في القادم وش عندكم الله يحفظك؟ عندنا ان شاء الله خير، عندنا ان شاء الله هجن سبق ان شاء الله، وبدلها بيجي هجن ثاني. زين، ابي اقول طول عمر ابو عبد الله مو يقصر في المشترى، مو يقصر. نعم، ابيك تقول لي رساله لها الان بعد ما جملتك، يعني لانه شوف اخو شمه اللي يقدم معروف، يقدم شيء للرجال، يعطيك كلام طال عمرك من القلب. انت الان قول هذه الاشواق كلمات بعد ما جملتك اليوم. وش اقول؟ اقول انها سبوق، والله يكثرها علينا ان شاء الله هجزها. امين. والله يوفق رعيها اللي راح تصوبه. وش معطيها؟ ما بشيل ما اعطيتها اياه. لا لا اليوم ما شاء الله. ما بشيل ما بشيل اللي اعطيتها اياه. كل شيء اعطيتها اياه. لقمت المنطقه. كل شيء. كلها. كلها. المنطقه وهي. مره. يبيض وجهك. وجهك نفداك. وجهك نفداك. تعال الذيب، تعال هذا الرجل البطل هذا، هذا ترى يا جماعه نتعرف عليك بس. شو اللي شو اسمك؟ راشد. راشد جبل. راشد، اليوم انت فرحان؟ فرحان. اليوم مستانس صح؟ مستانس الحمد لله. قدرت الاشواق انها تجيب لكم اقوى رمز في الجذاع، وابوك ما قصر بعد. صحيح ما قصر، والله ما قصرت. زين، قولي وش شعورك؟ شعوري فل. زين، مستانس. احنا بناخذ منك العلم، العود ما قال لنا هو وش معطيها. يلا، جدته شعير؟ جدته شعير بس. بس؟ بس. ما في لمسات؟ ما في. الله يعطيك العافية. زين، لمن تهدي الإنجاز هذا؟ هدية الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني. نعم. هدية لسمو أمير بلاد المهدى. يستاهل. وهدية لمحبين شعر غرة. الله أكبر، الله أكبر. تعال يا بطل، أنت الإنجاز هذا لمن تهديه؟ للشيخ محمد بن جاسم بن زار آل ثاني. يستاهل. الشيخ سلم بن حمد آل ثاني. نعم. زين، وش تعدون جمهور الغرافة في الأيام الجاية إن شاء الله؟ الأيام المقبلاتي شو تقول لهم؟ في نفس الرمز هذا ولا؟ فيه. ولا خلاص وقفتوا؟ فيه. ها؟ فيه. في أي سن؟ أبي أشوفك، تعرف أنت ولا لا؟ كل سن. كل الأعمار؟ إيه. كلها؟ كلها. بس الثنايا يقولون أنتم خطرين جدا، ها؟ الثنايا ما عندنا شيء. ها؟ ما عندنا. ما عندكم، بس عند المدوشي الظاهر عندها. إيه عند المدوشي. الله يوفقكم إن شاء الله. يا بطل، شعوركم الآن وأشواق تحقق يعني رمز قوي جدا اليوم. الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله. أه. الحمد لله رب العالمين، شعورنا لا يوصف. بالأمانة كنت قبل لا تروح أشواق للشوط كنت متوقع أني راح تقدم العرض هذا؟ والله متوقع. يا مشعل والله بتصدق. أيوة. والله متوقع. يعني تحاس؟ نعم. سلام عليك، من وين جبت الإحساس هذا؟ والله إحساس. ها؟ إحساس والله. إحساس. وهي تستاهل. إي والله تستاهل. تستاهل اللي إي والله الحمد لله رب العالمين. والله ناقة. ايوه ادتنا اداء حلو والله. وش يعني لك الشلفه هذه؟ ها؟ هذه شلفه في مهرجان الامير الله المهدى، تعني الكثير. الله يعطيك الصحه والعافيه. هل ستكون اخر شلفه؟ لا. ها؟ لا ان شاء الله. الله يشرف الخير ان شاء الله. والله ايوه لا بد من توتر. نعم الله الله، بس اللي عنده اشواق انا اتوقع في عرضها يعني وعنده خلفيه ومتابعه لها ما يتوتر. والله اشواق متوقع منها السابقه والحمد لله رب العالمين. تجملت اليوم وجملتكم وعطتكم الرمز. نعم. زين، اي متى عرفت ان الرمز عندكم؟ والله من الكيلو الاخير. ها؟ الكيلو الاخير يوم ما شاء الله. نعم. جاء الاقلاع. ها؟ صحيح. حسيت ان لكم. ها؟ نعم. زين، علومهم على التطعيز يقولون ربعنا، يعطوني علوم انا اقول التطعيز ما ها؟ ما اسوي شيء كل واحد. الله انك مجرم انت مبين عليك. ها وش علومك؟ علومي زين. عطنا عطنا عشان افتح لي محل. وش منا؟ محل تطعيز. تطعيز. زين اسمعني، لمن تهدي الانجاز الله يحفظك؟ اهدي لسعاد الشيخ حمد بن جاسم. ايوه. ومشجعين هجن الغرافه. يستاهلون. وش تعدونهم؟ اعدهم ان شاء الله بالانجاز ان شاء الله السنه الجايه. السنة الجاية ولا الثنايا؟ الثنايا ما عندنا ثنايا. يعني السنة الجاية خلاص خلصتوا انتوا؟ اكبر ما عندنا اشواق. اشواق الله يبارك فيها. مغارها مغار سبق. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله ويعني انت كنت حاس من البداية يعني؟ لا مش من البداية. من الكيلو الاخير والحمد لله رب العالمين درينا انه سبق عندها.
دريتوا ان الوضع نعم والامور ماشيه صح؟ نعم. زين الانجاز هذا لمن تهديه؟ نهديه للامير الامير والى الامير الوالد والى سعاده الشيخ حمد بن جاسم الله يطول عمره ولا سعيد بن راشد. لكن تعالي انت في تحدي مهم جدا الان، هجن الشقب تنتظرك على احر من الجمر وينتظر ما ايوه بارك الهجن الشقب الله يعطيهم خيرها ويكون شرها ان شاء الله جاي لفالها النواميس ان شاء الله. ايوه ترى انت رايحه عند عزبه خطيره جدا وتاريخ رسمت تاريخ قوي جدا في بدايه المشوار، فعليك ضغط كبير. وفقك الله يا اشواق. هنا مع أشواق سلام أشواق سلام، ومثل ما ذكرت الورقة الرابحة للشعار الغرفاوي هي ورقة أشواق، وها هي أشواق تكسب هذه الجولة، تكسب هذا الانتصار. السلام من الشحانية لكم هل الغرافة، تهانينا للداعم الرسمي لهذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، التهنية لسعادة الشيخ محمد وللمضمر سعيد الزعبي الشلفة للغرافة الشلفة. هذه هي حكاية أشواق كاملة من البداية وحتى النهاية. الشوط الثاني هجن الشقب حقيقة قاعد تقدم مستوى رائع جدا حقيقة، يعني مثل ما قلت لك احنا دائما نبي نعطي فترة سنتين سنة عرفت للمؤسسات الجديدة، لكن تجيك ما شاء الله شركة مؤسسة مثل هذا الشكل وتقدم مستوى تستحق التحية والتقدير. أنت إحنا الحين في عصر السرعة. نعم. سمعت؟ يعني نمسي عليهم بالخير. نعم. ونقول يستاهل الناموس هجن الشقب والشيخ جوعان بن حمد وأنجاله وسعيد بن هادي مضمر جبل. لكن الحين الشيخ الله يطول عمره يشتري. ويشتري السبوق ويدعم، والمضمر مضمر شاب وطموح في عصر السرعة لازم يواكب السرعة. يعني للأمانة ما للأمانة قاعدين يقدمون مستوى رهيب جدا حقيقة. يعني شوف مثل ما قلت لك أمس المثلث مضمرين على مستوى عالي وحلال ونقوة الحلال يتم اختياره وتوفيق رب العالمين طبعا أولا وأخيرا في نهاية الأمر، هذه كلها موجودة في عند الأخوان في مؤسسة الشقب. دخولهم في وقت ضيق في الموسم في نهاية الموسم، لكن انتهجوا استراتيجية مكثفة في المشتريات وفي الإعداد، فأنا شخصيا كنت متفائل ومتوقع أن هجن الشقب يكون المنافسة. ومثل ما قلت لك هم يعني إدارية من المؤسسة مكتملة بوجود أبو حمد، فإداريا هم مكتملين كل الأمور معهم ما تأخرهم، وتكثيف المشتريات والدعم أعطى نتائج فورية. نعم. مش للموسم القادم، هذول ما شاء الله عليهم الحين في هذا الموسم، إن شاء الله الموسم القادم من بداية الموسم بيكونون رقم صعب. نعم. بعد اللقاية مشاهدينا الأعزاء هجن الشقب قدموا لنا طبعا جبل، وهو جبل حقيقة وما يهز ريح على الإطلاق، واستطاع أن يحقق أقوى أشواط القعدان في هذا المساء الجميل. دعونا نتابع هذه الأشواط المسائية، فكل التوفيق إن شاء الله للجميع. ننطلق وإياكم أيها المتابعون الكرام في أشواط الجداع مع الخنجر الذهبي، الجائزة التي رصدت لهذا الشوط من قبل اللجنة المنظمة لهذا السباق. ارصد لي من هناك الحوت من الفار سايد من الجهة البعيدة، هناك دكار الافريقي على المركز الثالث، حرك يا ابو متلع شوي الى المقدمة لنشاهد الامتار الاخيرة، الرصاصي واثنين من الشحانية، الشقب واثنين من الشحانية، نشوف المركز الاول. احنا جبل على صدارة الشوط، الخنجر الذهبي المفتوح المفتوح. الله 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 يا الرصاصي، الله يا الرصاصي، الهادي حرك ابن فاران حرك والحوت حرك، هناك يا سلام على هذا الرقص الشحانية، الله 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 الافريقي ولا جبل؟ جبل يبدو لي انه الاقرب لهجن الشقب، الله يا الشقب، الله يا المحيط الهادي، يا المحيط، الله يا المحيط، الش
الشوط الثاني الرئيسي لجبل مع الهادي مع هجن الجروبات الجروب 1 هنا ينطلق الشقب والرصاصي امرت هاني عمر الاقمار تجفها للفايز الكاس افضل غناء النبي الاخبار من الجن مع كل الاجناس من باسر امزع عز وشعار في فزري ينونه الناس والكاظ جاه الناس زوار كل معاه للفوز وجاز جوايز من كبره الكبار رامنا الفضه على الباس للشبل لكن وتجار كل السبق يا أهل الهجر مشوار يحتاج له فكر على أساس يبغي سلالة سبق وخيار في الشوط ما ناموس ابو هادي مساء الخير الله يرحم والديك وجهك ابيض شرف دعك وجهك ابيض شرف دعك ابشر بالخير ابشر بالخير ابشر بالخير انت تدري الجزاء الله يحفظك هدي للشيخ جوعان بن حمد ولنجاله والجمهور وجمهور الشقب طيب إذن هكذا الصورة بالنسبة للجبل الرائع الذي قدم نفسه قويا أبو حمد أنت تعطيني فنيا كيف استطاع الجبل أنه يكون على الموعد والله نشوف في الشوط يعني كان في منافسة يعني في الكيلو الأخير أيوة بين الثلاثة صاحب المركز الأول اللي هو جبل ودكار وصاحب المركز كفو. الثالث اللي هو كفو 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 أجمعنا عليه البارح أنه بيكون صحيح. في الموعد يعني قدم مستوى طيب الليلة لكن كان اللي هو جبل كفو هو حامل اللقب أتوقع ولا في حامل لقب المحليات المحليات حامل لقب المحليات ورفعه للمفتوح دليل على أنه عنده استعداد على الشوط مع القعود اللي جاء الثاني هو حامل اللقب بعد في الشعب نعم ذكر اللي عند ناصر العطية كان ناصر بصالح العطية الليلة شفنا بعد ذكر نفس غارته ونفس الخط للجانب الأيمن ونفس الغارة لما أخذ الرمز في الشعب لكن الليلة كان معاه جبل وكان جبل يعني ما شاء الله عليه في آخر الأمتار قدر أنه يسحب البساط من تحت دكار دكار قعود سبوق وكفو بعد قعود سبوق فأنا أقول لك هذا الشوط لاحظت أنه فيه منافسة ومبارك لكن فك المنافسة اللي هو جبل في هذه اللحظة من بعد الدقيقة 58 مبارك لمؤسسة دين الشل إن شاء الله عليه وعلى رأسهم الشيخ جوعان بن حمد الجالة ومضمره سعيد بن هادي الشواني نعم لكن أبو عبد الله عندك تعقيب عن الـ عن الـ عن الشق والله عن شفنا اليوم شفنا المميز في الشوط أيوة أنها دكار طبيعة ركضه ياخذ الجانب الأيمن خلوا شوط طبيعي يا جماعة عشان يشوفوا ياخذ من الجانب الأيمن آخر كيلو أيوة دشن القعدان الكيلو والسبق ما معروف عند من القعدان كلها في قمة مستواها ونشاطها سعيد الهادي يحسب له مضمر جبل عدم الاستعجال يعني أكثر من 200-300 متر والقعدان متقاربة جدا بالرغم أنه قعوده مستهدف القعودين للشحانية وبدأ الضغط عليه بكفو فحاولوا يضغطون عليه بكفو دكار طبعا ما أخذ الحائط الأيمن ضاغط على المنافسة على المركز لكن الموقع بعيد شوي عنه عطى الجبل أريحية جبل أثبت أنه قد الشوط من أول ما دش الكيلو كان صامد ما عنده تذبذب في المستوى ماسك خط مستقيم نعم. بينما القعدان الثانيين يحاولون في المسارات لما يجيهم الضرب كان يحاولون في المسار دليل أن هن ما عندهم يعني هذا أقصى ما عندهم من طاقة نعم شفتوا ركض أنا لاحظ أنا عندي وجهة نظر في الشوط هذا أيوة. تلاحظ سعيد أيوة سعيد هذا أي نعم متمكن في المنافسات اللي زي كذا اللي تربص في 500 متر في 300 متر والحلال مستوى يعني متقارب في الأداء تلاحظ الرمز اللي خذه بالضبط نفس الغارة يعني قدر يساعد وهادي صح وهادي هو المحيط الهادي المحيط الهادي في الشخص هذا يعني لفت نظري في اكثر من شوط ما شاء الله يعني شلون يكون عنده انا لا اتكلم عن نفسي ما عندي الاعصاب اني انتظر ممكن اتكلم عن نفسي نعم صارت معي اكثر من مره لكن الشخص هذا وش الاعصاب اللي عنده ما شاء الله عليه يعني خذ رمز وكان منافسه جزء من الثانيه وخذ رمز يعني اللي هو رمز اللقايه بالضبط اللقايه واليوم في الاجداء نفس الشيء
يعني كان مع دكار وكانت أعصابه هادية. مو مع دكار، مع جبل قصدي. لا مع جبل لا يعني المنافس دكار. كان يعني منافسته مع دكار حلو. وكان هادي صراحة، اللي سماه الهادي ما غلط في الاسم، يعني سموه المحيط الهادي مش هادي برو. المحيط كله البحر الهادي كان يسمى ما هادي يستاهل أبو هادي. بس نبارك لهم المشترى يا مشعل، نبارك المشترى اللي الشحانية الدكار منتقل من الكيتا من بعد ال اي بالضبط صح، كان عند ناصر وجبل نفس الشيء. هذه المؤسسه توهم ماخذين المشتريات. نعم انا مشتريات ناجحه. انتم يعني هذا الاسم كنتوا تتابعون الامانه بتكلم عن القعود؟ لا جبل ما كنا نتابع. تابع كيف؟ يعني وضعه وين كان قبل؟ حقق كان مشارك في رموز او ما كان جبل؟ يمكن تغير الاسماء في نهايه الامر، بعض الاسماء تغير صراحه. يا مشعل فيها بعد مطيه ثانيه يعني تغير اسمها بالضبط صح. ويعني تغيير الأسامي يخليك ما تعطي سي في للمطية. كلام سليم. ممكن طال عمرك يعني من المضمر أو لما نجي نومس جبل إيش كان اسمه قبل؟ أيوة هذا الكلام مالك. فلما أنت تعطيني إياه كماشر هذا الجبل وشو؟ أيوة. فأعطيك سي في أنا ممكن أحضر له. بالضبط. يعني أو كل لفت النظر إذا أنت تبغون مثلا نتكلم. تحتاج أي بالضبط. تحتاج لكن إنه تحتاج جهد. أنا يهمني الحين سيرتم بعد ما انتقل لمؤسسة الشق. نعم نعم هذا الكلام مهم، ولكن جميل جدا احنا نعرف بعد ايش كان يسوي هذا القعود. لان اليوم بيجيك مسج. لا تبكي معه، بيجيك مسج الحين تطالبه. لا اتمنى منكم يعني حقيقة، لانه ضروري جدا، لانه مثل هذا القعود حقيقة من حق المتابعين، مش جماهير الشق بتكلم، اتكلم عن كل اللي تابعونا يعرفون هذا العرض اللي قاد المحيط الهادي لان ينتزع اقوى اشواط القعدان طبعا في سن الجداع. اليوم حقيقة احنا عملنا لقاء مع سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية، وطبعا المسؤول ورئيس مؤسسة هجن الشقب على هذا الإبداع الكبير حقيقة، وكان أكيد بطبيعة الحال سعيدا، وخاصة قنوات الكأس في لقاء. دعونا نتابع. تهاني عبر الأقمار تجفال البعج الكاس أفضل غناء النبي الأخبار من الجن مع كل الأجناس من بسرة أمزح عز وشعار في وزهي ينبونه الناس والكاظ جاه الناس زوار كل معاه للفوز وجاس جوايزة من كبره كبار من الفضة على الماس للشبل ملاكن وتجار كل ولا مشاهدينا الأعزاء، سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني رئيس اللجنة الأولمبية والرئيس الهجن الشقب حقيقة اللي تألقت، يعطيك الصحة والعافية الشيخ. الله يعافيك سلمك الشيخ، دخولكم قوي جدا الله يحفظك ويبيض الوجه حقيقة، كل جمهوركم أسعدتوه سواء في سن اللقاية وحتى في الجداع اليوم. والله الحمد لله توفقنا. السلام عليكم. توفقنا واجتهدوا الشباب المضمرين وناموسنا واحد، احنا والشحانيه واحد. لكن شيخ البعض يقول انكم انتم توكم جدد في انتم عودت مره ثانيه لكن جدد تحتاجون الى سنتين. البعض يقول لا الهجن الشقب ولدت عملاقه، يعني ابي تعقيبك على الموضوع. قضيه انه سنتين او ثلاث سنين، هذا اول شيء نطلب من الله التوفيق، واللي بيأسس صح بينافس، واحنا يعني مثل ما قلت لك وجودنا هو مشاركة للشحانية، مشاركة لأخواننا حمد بن جاسم، العم محمد فلاح، عبد الرحمن بن جاسم، والملاك كلهم اللي في أشواط الشيوخ. احنا جايين نتشارك وياهم ونتنافس منافسة شريفة، وإن شاء الله أن اللي بيسبق بنقول له مبروك ونسأل الله التوفيق إن شاء الله. صار في إثارة، سؤال أخير، أنا أدري أنك مشغول لكن صار في إثارة في تنافس في جمهور للأمانة بحضورك حفظك وحضور أصحاب السمو سعادة الشيوخ أيضا. أكيد 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 أنه بيكون في إثارة، بيكون في أكثر من شعار مشارك، وكل يطمح بالناموس. ولا تنسى والأهم والبالأخص أن هذا المهرجان سمو الأمير يحمل اسم غالي علينا كلنا، وكل يبغي يظفر برمز أو يطلع بشوط أو يطلع بشيء يشل اسم سمو الشيخ تيم بن حمد. الله يطول عمرك وبيض الله وجهك. وجهك أبيض يا مرحبا. ذكر على أساس يبغي سلالة سبك وخيار في الشوط ما تحريب البلاد يا شموخ ويا السمو ويا الفخامة يا تميم الطيب والعز المتحدة.
نشكر حقيقة سعادة الشيخ جوعان، الرجل الذي كما تحدث حقيقة وقال بأن إحنا ناموسنا واحد ما في شك في ذلك، لكن حقيقة أثرى هو وشعارات هجن أصحاب السمو سعادة الشيوخ، وقال نقطة مهمة بأنه رمز في مهرجان سمو الأمير يعني لنا شيء كثير. محمد، أول شيء نمسي على سعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الثاني، نعم، بالخير، ونقول يستاهل الناموس، وابو حمد استاهل مكسب الكل هالقطر ومكسب الكل هالشحانية، وتواجده يعني في ميدان الشحانية ودخوله مؤسسة مثل مؤسسة الشق، نعم، نقول صدقني انها مفرحة، الصغير قبل الكبير وجميع هواة رياضة الهجن، نعم، دخوله دخول قوي، نفس الخفيفة، نعم، في كل شوط نازل مهنينه شعبه وإخوانه، نعم، وربعه، يعني مشاركهم الفرحة، فرحة مركاض الشيخ تميم. فمركاض يعني سمو الشيخ تميم يعني وجه آخر السنة بشكل آخر بتميز آخر، نعم، وهو وجود سعادة الشيخ جوعان بن حمد الله يحفظه ويطول عمره. صدقني الشعب مبسوط، هل الهجن مبسوطين فرحانين، بشرى لهم، صار فيه حركة في الهجن، صار فيه مشترى. أتكلم عن نفسي، انتقلت ملكيات من عندي، أنا شريت بعد هجن، صار فيه حركة في الهجن، أفرح الجميع، أفرح الموجود صاحب المطية، وأفرح المنتج، وأفرح جميع من يكون في الشحانية وحط فيه مشترى، هو اشترى والوجود منافسة، هجن الشحانية اشترت، الشيخ حمد بن جاسم اشترى، الشيخ محمد اشترى، الشيخ عبد الله، الشيوخ والمؤسسات كلهم اشتروا. ايش السبب؟ هذا وجود الشيخ جوعان ومؤسسة الشقب سوت حركة في السوق، ونقول بيض الله وجه محمد. وهذا اللي احنا دائما نسأل عنه أبو عبد الله حقيقة، ونسعى له حقيقة أنه يكون مثل هذه الأجواء التنافسية الكبيرة. رمزين يحققها طبعا وتحققها مؤسسة الشقب، أتوقع أنها جميلة جدا حقيقة في مهرجان مثل ما تفضل سعادة الشيخ جوعان، أنها تحمل اسم سمو الأمير، يعني لها يعني رونق خاص حقيقة. أبو حمد كلامه كان واضح، وهدفهم يمكن الهدف المؤسسة كان واضح، وتركيزهم أنا قلت لك هم يشتغلوا بشغل مكثف، نعم، غلات المهرجان عندهم، نعم، خلتهم أنهم يبذلون يعني الغالي والنفيس، يجتهدون، والله يعني توج جهودهم برمزين. وجود مثل هذه الشخصيات مشعل تثري، والمؤسسات تثري الساحة الخليجية، نعم، مش بس قطر، ما في شك، ترى احنا مثل ما قلنا سلسلة مرتبطة ببعض، نعم، فهذا عالم سباقات الهجن، وجود المؤسسة هذه كلنا متباشرين فيها الخير. نعم، اللهم لك الحمد. نعم، انا بارك من جديد لسعادة الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة الله يوفقه، وايضا جماهيره اللي الكثر حقيقة اللي كانوا يراقبون المشهد وكانوا سعداء بتحقيق رمزه الثاني لهذه العزبة، اللي نتمنى ان شاء الله تكون على الموعد او المؤسسه الكبيره. الزميل العزيز مازن الجابري عمل لنا لقاءات ايضا مع من يعشقون هذا الشعار حقيقه، وجاء لنا بمجموعه من اللقاءات نتابعها. ناموس، مساء الخير وعافية. أخي كنت متردد في التوقعات، ليش؟ يا أخي كنا ما نبي نكشف الأوراق لكن انكشفت الحين، بينت. لكن هي توقعت كنت على شوط البكار اللي راح مع سعادة الشيخ حمد بن جاسم، لكن شوط القعدان، شوط الخنجر الذهبي، رحل مع الجبل، يا جبل ما هزك ريح. الحمد لله رب العالمين، هذا أول شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى، والكل مجتهد نصيب. رمزين، رمز البكار المفتوح جينا ثاني. أيوة، والخنجر هذا انا الحمد لله، وبكار المحليات ثالث. لا الحمد، رمزين في هذا المهرجان بشكل عام حتى الان، هل راضين؟ بيجي الخير ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله. من تهدي هذا الفوز؟ هذه الفوز امرك لسعادة الشيخ جوعان بن حمد والمضمر السيد بن هادي الشهواني ولكل مشجعين هجر الشيخ. ناموس، استاهل الخير، استاهل الخير. شو هذا الابداع يا اخي؟ الحمد لله، عم نتكلم عن عزبة يعني ما صار لها شهر من يوم افتتحت، أيوة، في رصيدها رمزين، والله الحمد، القادم أفضل بإذن الله. خلفت التوقعات، التوقعات كلها راحت مع هجن الشيحانية. الحمد لله، دائما لازم عنصر مفاجأة لازم يكون موجود، عنصر المفاجأة دائما ما يكون معك بإذن الله. لكن عنصر المفاجأة، السؤال عنصر المفاجأة، هل سيتواصل مع الثنايا والحيل ولا خلاص الجاي إن شاء الله؟ بتشوفه والجماهير كلهم راح يشوفونه. مشاركين في الثنايا بإذن الله؟ لا،
لين الحين لا، لكن الوعد السنة الجاية والسنة اللي عقبها. يعني خلاص وقفت؟ وقفنا بإذن الله. يعني آخر رمز في هذا الموسم هو رمز جبل إن شاء الله. في الحقائق يا سلام، وش معك في الحقائق؟ حقائق عندنا والله حلال واجد ومشتريات واجد وأبشر بالخير إن شاء الله. الكلام بكرة أصلاً، بكرة الزمت هو، لكن أسأل الله التوفيق. لكن لما قلت في الحقائق أكيد معاك شيء يعني. والله عندنا حلال طيب، شارين حلال طيب وعلى الله إن شاء الله. جاهز. علوم اسطنبول، علومها طيبة إن شاء الله، علومها عند رعيها. أنا المعجزة، هذه هي المعجزة الثانية، علومها عند رعيها إن شاء الله وبتشوفها بكرة بإذن الله. أنا ليش قلت المعجزة الثانية؟ لأن المعجزة الأولى معروفة الجزيرة، وهذه المعجزة الثانية اسطنبول. إن شاء الله أنا بتفرحكم بكرة بإذن الله، بس خلي قريبا بكرة إن شاء الله. أكون يعني قريب من القصة. نعم خلي قريب بكرة إن شاء الله بإذن الله. يعني الرمز 100% معاكم بإذن الله. ما تنام عينا، كان ربي كاتب إن شاء الله بيجينا مع اسطنبول. طيب هذا الربع اللي تبعتوهم هم من محبين وطبعا مراقبين لمؤسسة الشق حقيقة، ويقولون بأن القادم سيكون أفضل بطبيعة الحال وتحديدا بكرة إن شاء الله في سن الحقائق. الشوط الثالث الودنة أبو عبد الله. مشعل، في البداية النومس لهجنة الشحانية. نعم. ولمضمرها المتألق جابر مسال بن فاران المري. شفنا الودنة، طبيعة غارة الودنة معروفة. نعم. اللي هي لا أنا بتكلم، بس اسمح لي إنه نعم. إنه كان متوقع أن تأخذ بتحليل بنجية بنشوف شو، بس كاسم كاسم كان متوقع، لكن باسمها المعروف بالضبط وليس بهذا الاسم، لأن إحنا رشحنا غزلان صاحبة حاملة اللقب. أيوة. كونها معروفة حاملة اللقب في الأمير الوالد. غزلان طبعا صارت ورقة في الشوط وانحرقت نفس الشيء. بتجيب تحلل، لكن هذه كان ما أنتم ما رشحتوها. ما رشحنا لأن اسمها غير، كنا يعني قلنا هي إذا موجودة في الشوط وش اسمها؟ لو حلو. كان موضح مثلا هي الودنة لو كانت عقارب كان رشحتوا معها؟ بروح، لأنها طال عمرك لو تلاحظ مركاضها اللي طال. أيوة. استعرضت والناقة قوية. حلو، يعني أنتوا رحتوا على غزلان لأن الودنة ما كنتوا تدرون أنها هي عقارب، صحيح؟ طبعا. زين، الآن عرفتوا أنها هي عقارب، صح؟ صح. أبرك السعادة. خلونا نشوف الشوط الودنة عقارب سابقا ونعود للتحليل. وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. تستمر مشاهدين الأعزاء منافسات الأشواط الرئيسية، الأشواط الذهبية، الأشواط النارية. تهانينا والناموس لهجن الغرافة على اختطافها للشوط المفتوح. وصلت من خطفت رمزين على المركز الثالث، الهادي الهادي الهادي. المركز الرابع، شوف لي يا مخرجنا العزيز، دمعة في أول نداء من هجن الشحانية، مضمر الذهبي سالم بن فاران. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول هنا على صدارة الشوط من هجن الشحانية. المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران يتابع الوذنة، يتابع الوذنة. طارت بالشلفة هجن الشقب تحاول، ولكن الوذنة خلاص. شحاني هذا الشوط، شح إلى مؤسسة هجن الشحانية، إلى مؤسسة هجن الشحانية. الشوط الثالث، الشلفة العمانيات مع الوذنة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولمالك الوذنة ولأيضا مضمر الوذنة. تهانينا، الوذنة مع الشلفة مع الوذنة، الشلفة الذهبية، الوذنة تختطف الشلفة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية. طيب إذن هذا هو العرض الخاص بالوذنة. وأبو حمد عطني إياها أنت، الشوط الثالث عندك الوذنة. بالضبط، الوذنة يعني هي عقارب سابق، والناقة طال عمرك ناقة يعني ماضيها قوي. ولاحظ في الشوط الحقت يوم. أيوه. طلب منها سالم، ويوم طلب منها انفردت الناقة من الشوط،
كان فيها بينها وبين خواتها اللي معها يعني بعض المنافسة، لكن من السبعمية الأخيرة فرضت هيمنتها على الشوط الناقة واندفعت. نعم، وحتى أنتوا قلتوا لو هي عقارب، أنتوا تعرفون أنها هي عقارب نفسها وذنها، كان ما في ناقة يعني أنت بعض الحلال ما أنت مرشح عليه مطية. نعم، مثلا الحين باكرة تركض بكرة، يعني بنحط اسمها، أنا ما أبغي أذكرها من الحين، لكن بتلاحظ الحين حطنا اسمها لأن عارفين وين البكرة بتركض، لكن مثل عقارب يتغير اسمها بالوذن ما أدري وش. بالضبط. نعم نعم، حتى بينه وبين دمعة اللي سجلت المركز الثاني في فرق، في فرق يعني. طبعاً أنت لو تعدها بالدقائق مشعل خمس بين الوذنة أو أربع بينها أربع ثواني كل ثانية في الركض في الميدان تدري كم؟ 10 متر. شوف يعني فرق ما تكلم عن أربع ثواني يعني كم متر؟ تقريبا 40 متر بينها وبين. نعم، الوذنة طال عمرك سلالة طيبة، سلالة صغان، هذه كل ما يكبر بها العمر كل ما يزين ركضها. نعم، وتثبت على المستوى، فالبكرة شفنا منها صمود. نعم، يعني مطية اللي تستعرض وتركض في الأمير الوالد صعب أنها تدي وتعيد ركض بعطاء مثل الحين. نعم، يحسب لها، هي من الأسماء الكبيرة، فاليوم نقول أنها أثبتت أنها. نعم، من الأسماء القادمة والكبيرة في عالم الركض. فالوذنة نهني هجن الشحاني على امتلاك مثل الوذنة، مثل ما نهني راعي صوغان بإنتاج صوغان. نعم، صوغان الخناجر. ما في شك في ذلك، استاهل حقيقة. نعم. زين، الشوط الأخير جانا هزام. هزام اسم كبير، وهو ربما الوحيد اللي اتفقوا الجماعة عليه لأنه يعني حامل اللقب. هو اللي جملنا يعني. هو اللي جملنا يعني. ترى هذا في ريحة من حمد بن علي بن ملهية. لأنه كان عنده أصلاً تذكر أبو هزام، كان عند حمد، كان بعدين راح القمرة، ومن القمرة راح للشحانية عند محمد مخالد العطية. ليش ما دخل به حمد مدرك يرجع يدور؟ ليش ما خلى القعود عنده حمد إلين وده رمز؟ أنت دائما تسأل لحظة مشعل، ما الله كذا دائما تسألنا هالسؤال. نعم، ليش ما سألت السؤال هذا حمد ملية؟ حمد ملية بيكون جاهز إن شاء الله في الأيام. هذا لحد الآن قاعد يأسس خلاص التأسيس. طيب خلونا نشوف الهزام الذي حافظ على لقبه وجمل الربع المحللين لأن ترشيحاتهم راحت على هذا القعود. نتابع أشواط رموز الذهب في هذا اليوم الخاص بسن الجذاع ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. قادم بكل قوة، شعار الشحانية قادم، شعار الشحانية، الشعار الأدعم قادم، الشحانية مع المركز الثاني، العساس صامد، العساس هزام. اللحظات الأخيرة، الخنجر إلى أين؟ هزام عبر إلى مقدمة الشوط، هزام لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية يفوز وينتزع الخنجر الذهبي مع الشعار الأدعم الكبير. تهانينا لهجن الشحانية مع فوز هزام بالمركز الأول. تهنئة للمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية الذي فاز وحقق في هذا المساء رمزا في هذا الشوط، شوط العمانيات القعدان. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على انتزاع وتحقيق هزام ناموس هذا الشوط. المركز الثاني العساس كان في مثل ما شفنا حقيقة كان قريب جدا، وكان ممكن يهدي رمز ثاني للغرافة، لكن هزام بتاريخه وبعنفوانه حقيقة استطاع أنه يجني رمزه الثاني للشحانية. في البداية النومس الهجن الشحانية هو المتألق أبو خالد محمد بن خالد العطية استاهل. هزام طال عمرك أنا باريت الشوط لايف حلو، وكان في المجموعة المتوسطة الأخيرة يعني المتأخرة من الوسط. العساس طبعا قام في المقدمة، وكانت هجن الشحانية يعني يحاولون أنهم يستخدمون كم ورقة، فاشتغلوا على الشوط بعدة أسماء، وشفنا لما طال عمرك خلاص توقع أنها هجن العساس كان قريب يحسم دخل الكيلو وهو بأريحية حلو، لكن هزام طال عمرك قلص المسافة آخر كيلو ونص
في فترة زمنية وجيزة بالخبرة تقول لي بالخبرة والريال يعني القعود صمد ترى على فكرة يعني المسافة اللي قلصها صار عليه كيلو ونص ولا آخر كيلو وين كلها جر إلين لحق بالعساس ولا العساس حط فارق كبير بينه وبين المركز اللي كان فيه هزام نعم فأنا شخصيا ما كنت متوقع أني لعقه هزام انك ما كنت متوقع ما توقعت ان هزام بيلحق العساس على اعتبار المسافه اعتبار المسافه المسافه كانت بعيده لكن ما شاء الله عليه يعني صار سير في الشوط هذا هزام وادى اداء قمه في المستوى نعم هزام مثل ما تفضل ابو عبد الله عندك اضافه ابو محمد لحوق هزام الليله نفس لحوق قعود الهتيفي اللي هو الفايز امس هذه كاب الواحد منها اذا طلب منه ما تستبعد وجه الشوط ولا تستبعد المطية اللي قدامه نقول يستاهل الناموس ونبارك لهجن الشحانية ولأخوي محمد بن خالد العطية بيض الله وجهك يا أبو حمد وعبد الله ومحمد بن خالد العطية كان مستعجل لأن اليوم التتويج بعد الأربع أشواط وكان عنده أشواط وإحنا قدرنا أن احنا نأخذ منه كم كلمة على الماشي متابع يا بطل يا مبدع مساء الخير وعافية مساء الخير وعافية كلمنا طال عمرك عن الإبداع الكبير مش الغير مستغرب عليك أنت الحمد لله هذا هزام حصل على رمز العام في اللقاية في اختام الشحانية والسنة حصل على رمز المفتوح نعم في الأمير الوالد وعقبها تعرض البعير للضراع ولا جهاز له متأخر ما شاء الله عليك والبعير عماني ينحدر من سراية شاهين نعم بس كيف قدرت انك الغرافه رايحين انا رايح خالصين والله الحمد لله هزام قعود سبو نعم واخوانه هدت الواجب قبل قدام بيض الله وجهك الانجاز هذا من تهديه هديه طال عمرك الى مؤسسه هجن الشحانيه هو الى طال عمرك محبين شعار هجن الشحانيه والى الشعب القطري يا بطل وياك والجاي الجاي ان شاء الله احلى اجمل ان شاء الله كفو صلح الطيب للمجد الفهد القايد الحكم حميد الخصالي الشيخ الكرم شيخ التواضع والأخلاق دخل الوطن درع الوسار وظلالي طيب احنا نبارك لجماهير هجن الشحانية كلها حقيقة وللمضمرين حقيقة اللي حققوا محمد مخالد قدم نفسه بشكل جميل مثل ما قلنا وأيضا بن فاران كذلك الأمر كان على الموعد في الشوط طبعا الثالث لكن سؤالي الآن اللي يكون في التحضير أو قبل الأشواط متوتر إيش يعني هذا بلغة أهل الركض يعني والله أو متوتر أو حالة حالة متوتر إذا عنده مطية ويعني طالب منها وخايف يعني الأغلبية أيوة يعني إذا كان متخوف المطية مين في جهزيتها ولا يعني كان عنده تردد في أيوة يقدمها ولا يكون أغلبيتهم يتوتر وأغلبيتهم يتوتر إذا قد ناوي يعني خلاص زين ولا عنده رمز يكون ممكن قادر إنه يحقق رمز يكون بالطريقة هذه مشعل عادة تعتمد على شخصية الشخص الحقيقية أصلا كشخص صحيح فهو هل إنه يبين عليه الحفوز ولا لا أيوة الناس كلها اللي مشاركين كلهم متوترين وكلهم حاسب لكن الناس فيهم اللي يعني شخصيته تساعد أنه يغطي أيوة وفيهم اللي يبين حفوزه مبين واضح انا اعرف شخصيه أيوة يعني بدايه الركض والسنين اللي راحت من الشخصيات الموجوده ايوه سمعت بدون ذكر اسم كان يتوتر وبعض الحلال يعني يمكن يكون عندك في العزبه 20 أيوة مطيه واحده تتوتر عندها و19 الباقي ما تتوتر عندها الله يعني انا اتذكر اتذكر محمد بن خالد انا بقوله بالاسم ايوه كان عنده العزبه ويركض يعني عنده بعير واحد كان يتوتر اذا جاء ركضه يتوتر عنده
بعير واحد اللي هو الشقب. الشقب معروف هذا الان طال عمرك كان كل مركز عليه العالم كله الخليج كله مركز عليه الحين وبيض الله وجهه عياله وبناته الحين في الساحه حقيقه لانه تاريخ كبير هذا البعير. زين احنا اليوم ايضا رصدنا لنا حاله حقيقه يوم كنا لايف وشدتني حقيقه لان بعد التتويج كان وضعه مختلف. خلونا نتابع مع بعض قبل وبعد. مستمرين يعطيك الصحه والعافيه الله يحفظك. الله لا تعال 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 الله يرحم والديك يعطيك الصحه مع منا اي شعار الله يحفظك بس ابن مجهول العود جاي مجهول فرط من عندنا مجهول يقول لكن ما تدري يمكن يسوي شيء. هو اعطوني اعطوني صورته اعطوني صورته شوف وين راح عند اي شعار مستحيل يكون الشعار مجهول طبعا لكنه متوتر نوعا ما ربما يكون على الموعد او عكس ذلك كل الامور ستنكشف في نهايه الامر. استاهل خير استاهل خير استاهل خلفت التوقعات كانت التوقعات كلها مع بلش. وش تقول بعد هذا الفوز؟ ايوه ها وش تقول بعد هذا الفوز؟ حبيب الله تعالى من منتج هذا الفوز بس كلمه الشيخ حمد بن قاسم. ايوه ابدعته اليوم خلفت التوقعات دائما بس بس خليك 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 معنا اخوي بس بس كلمه بسيط كلمه بسيط بس المنتج هذا الفوز المنتج هذا الشيخ حمد بن قاسم. ايوه ومحبين هجن الغراف لكن توقعات كانت مع بلوشه صحيح ولا لا؟ صحيح خلفت التوقعات وصفتي الامير الوالد. زين هذا هو قبل كيف حالته هذا لازال توتره مستمر طبعا. هذه كم تحتاج وقت الله يحفظك عشان الواحد يكون ريلاكس يعني هو شفته انت قبل شوي كان حالته حاله دخل ولطم الرمز اللي هو الشوط الرئيسي اشواق وعاد مره ثانيه و بس لازال متوتر زين ما رششتوه عند خط النهايه فزينكم ما صبيتوا عليه مع بعضهم خلاص الله يعطيهم عقب التوتر يبند. ايوه لذلك احنا بعد مشاهدينا الاعزاء لازم تعرفون نقطه مهمه انه التوقعات او الناس اللي يهربون او ما يهربون او يبتعدون عن الكاميرا ربما تكون في نوعيات لكن في بعض الناس عندهم ثقه وعنفوان مثل ما شفنا الزعبي وكلامه طبعا قبل قليل في الشوط. انا قبل لا اروح لاشواط بكره في نقطه مهمه جدا حقيقه وصلتنا تتكلمون عن الاخوان اللي يعملون كانهم في رالي حقيقه في الشحانيه في الطرقات اللي في الشحانيه هذه الطرقات الضيقه في معبر طبعا المطايه وما الى ذلك من امور يجيك الواحد طاير عرفت شلون وهو في سيارة يمكن يطلع طفل أو يطلع أحد من طبعا المطايا هذه اللي قاعد تشوف وتصير مشكلة كبيرة. لذلك احنا نلتزم نتمنى حقيقة من الكل أنهم يلتزمون ويتأنون في السواقة لأن الأمانة أنا لاحظ هذه النقطة بشكل كبير أبو محمد. والله يا أخ مشعل يعني احنا نشوفهم حطوا الحين في الشحانية بين العزب حطوا مطبات رملية زين علشان تفادي للسرعه. نعم. في حلال وفي يعني في اللي اهم من الحلال يا ابو دير الصبي اللي راكب فوق المطيه انسان. نعم. صحيح سمعت في يعني بيطلع قدامك فانا اطلب يعني من اي واحد يسوق بين العزب ايوه يكون يعني في قيادته صحيح. محترم القيادة محترم اللي في الشارع محترم يعني نفسه بالضبط فما يكون اندفاعي ولا مستعجل اللي مستعجل عليه بتلحقه. نعم. وانا يعني عشان سلامتك في نهاية الامر وسلامة الاخرين بالضبط سلامتك وسلامة الاخرين وانا اتمنى يكون فيه توعية. نعم. يعني فيه توعية اكثر من كذا. نعم. في رقابة على ذا الامور لان الكل يشكي من ذا ولكن يعني فيه يعني شباب صغار سن مثلك ومثل أغلبية المشاهدين. نعم. رجال يعني كبير في العمر ما انت ملاحظه تلاحظه عند صغار السن هذا الكلام مو مفترض يعني انهم يبلغونهم لان ابو صغير السن ودك يا ابو دير انه ولي امره يبلغه. أيوة. ولا انا اذا شفت ولدك يا مشعل يعني بدون زعلاج اقول يا فلان ولدك نبه بعض الناس تاخذها بحساسيه لا 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 وفكه في الشوارع بسياره هذه مصلحته يا ابو ابو محمد في نهايه مصلحته وبس. أيوة. انا ما ابغي مصلحته. نعم. ابغي مصلحته ومصلحه الجميع ما في شك كان طال عمرك مرخص انه ولده ولا فككه في الشوارع يسرع بالسياره يوديه مكان ثاني يفك المسلمين في شارع. نعم. حلال المسلمين كلام ابو عبد الله لاحظت النقطه هذه لاحظت والفتره هذه طال عمرك مشعل انتم عندكم هني في قطر الجو ما شاء الله عليه زين والناس كلها جالسه جلسات خارجيه كلام سليم برافو عليك فاثاره الغبار واثاره الازعاج على الناس اللي
مرتاحة وجالسة تزامط وفي متعة الركض. أيوة لا تعكرونها يعني. الناس مستمتعة. نعم الناس. لا تعكرها في مثل هذه الأمور. أيوة نحترم. يعني فيها يعني الحمد لله ما بعد صار شيء يعني أتذكره قريب. لكن كسيارات تلاقي شبه يومي. الله. هذا مسرع وذا مسرع لكن الحمد لله ما في يعني حوادث قويه. اللهم الله لا يجيبها ان شاء الله. لكن احنا نحبين نطلب منهم يكون عندهم توعيه. المشاهد الحين يحط الكلام اللي نقوله في باله بس. نعم بيض الله وجهكم يعطيكم الصحه والعافيه. واتمنى من كل المتابعين حقيقه واللي يعني باستمرار يكونون في الشحانيه انهم يلتزمون حقيقه من اجل مصلحتهم ومصلحه الاخرين وسلامتهم وسلامه الاخرين. بكره عندنا الصبح طبعا سباق التراثي ربما راح ينقل على عبر قنوات الكأس الصبح. وعندنا الفترة المسائية حقائق هجن أصحاب السمو سعد الشيوخ ونتابع حقيقة بسرعة أبرز الأسماء اللي راح تشارك بكرة في الشوط الرئيسي المفتوح بالحقائق البكار. طيب إذن 13 اسم في الشوط المفتوح حقيقة وأسماء مختلفة ومؤسسات مختلفة. طبعا عندنا أنا ما أعرف في معلومات أجي أن ميهولة هي إسطنبول. إحنا مشعل ولكن أنا ما أعرف مدى صحة هذه المعلومة. لكن أعطوني أنا طالما أنه تجهلكم الأسماء أو تغيير الأسماء أعطوني الأقرب لتحقيق الرمز. إحنا نعطيك اسم يعني مؤسسة أو مالك. مالك. نعم. إحنا في الشوط الأول نروح مع هجن الشق. هجن الشق. نعم. في الشوط الأول. للعلم في إسطنبول وفي فبركة. الثنتين قويات وخطيرات يعني من أقوى الأسماء. حلو. توقع لهم ظهور. صدى الرقم 7 بتكون منافسة بشعار الغرفاوي صاحبة نقطة في. حلو. في المهرجان اللي راح. أتمنى التوفيق. وين هجن الشق. هجن الشق. اي نعم. طيب اتفقوا يا جماعه عندي طبعا بالاسم لكن خلنا مع المؤسسه. نعم ما في مشكله بتبين الامور. اتفقوا الجماعه اثنين اتفقوا مع هجن الشق وثلاثه مع كلثم ايضا لهجن الشقب كذلك الأمر مع سعيد بن هادي في الشوط الأول. الشوط الثاني الخاص بالحقائق القعدان. طيب إذن عندنا أيضا 13 اسم. أبدأ معك أبو عبد الله. هجن الشقب عندهم فرقات وعندهم عز أسماءهم طبعا مغيرة. فبروح مع هجن الشقب. فرقات يمكن شوف بار هو فرقات بيبين باش. لكن أنت كمؤسس تروح مع الشقب. مع هجن الشقب وتوقع بتكون في منافسة من الشعارات كلها الحقائق. حلو. أشواط مش محسومة. ولكن ترشيحك وين يروح؟ هجن الشقب. هجن الشقب. أبو حمد. والله في أكثر من اسم. أشوف اسم الشيخ فلاح بن جاسم. نعم. عنده معراض. في يعني أسامي يعني نشوفها جديدة في الأشواط الرئيسية. وأنا يعني إذا جينا على مؤسسة أروح مع مؤسسة هجن الشقب. بعد مرة ثانية اتفقتوا. أوكي اتفقوا الجماعة مع مؤسسة هجن الشقب وجروب الحصيرة ثلاثة مع زاهي حقيقة لهجن الشحنية مع محمد بن خالد العطية وهو العدد الأكبر بطبيعة الحال اللي راحوا مع زاهي. شواط الإنتاج نشوف الأبكار الحقائق الأبكار الإنتاج.
طيب ثمان أسماء موجودة في الإنتاج، في إنتاج أم الزبار موجود عندنا هنا. أي حاضر، عطني أبو حمد. والله فيه يعني ثمان أسماء، لكن هالمرة بروح مع الشيخ عبد العزيز بن حمد، عبد العزيز بن حمد مع محمد بن برقان. حلو، مع سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد. الإنتاج كان رائع جدا ونتائجه حتى في الأمير والد كانت رائعة. يروح معاه. أنا بروح مع شعار الغرفاوي مع الذيبة. مع شعار الغرفاوي رقم واحد. رقم واحد الذيبة، لأن عندنا ذيبتين في ال واحد. زين، والجروب الحصيلة راحوا مع أزمير المملوكة للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد مع محمد بن برقان. أربع أسماء صحيح؟ أربع أسماء من جروب الحصيلة. آخر الأشواط الخاص بالإنتاج للقعدان نتابع. طيب ثمان أسماء موجودة في هذا الشوط، أبدأ معك بعبد الله أيضا. أنا بروح مع الأسماء كلها حقائق، ما نعرف إيش الاتحاد رأسه. بروح مع مبدي هجن الشحانية، بروح مع شعار العطية بشكل عام. هجن الشحانية شعار العطية مع هجن الشحانية بمحمد بن خالد العطية. حلو، مع الشحانية والمضمر محمد بن خالد. وأبو حمد. والله عندي بين بحر وبين بشاش ولجاج، لكن أروح مع ابن برقان في الشوطين الأخيرة. أنا مع ابن برقان مع الشيخ عبد العزيز بن حمد. مع بشاش تقول لي ولا؟ إنتاجه طيب وحشوانه سباق، وفي الحقائق رقم صعب. يعطيك علشان مصر. آخر شوطين أنا أروح مع الشيخ عبد العزيز. مع الشيخ عبد العزيز بن حمد، وأنت مع هجر الشحانية مع محمد بن خالد، وأنت مع محمد بن برقان. جروب الحصيلة ثلاث أسماء يبدو لي راحت مع بشاش، وهو طبعا العدد الأكبر من جروب الحصيلة للشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، هذا الرجل الذي قدم بنفسه رهيبا حقيقة في سباق سمو الأمير الوالد، ويتمنى أكيد وجماهير أن يكون على الموعد في طبيعة الحال يوم غد. عندك إضافة كلمة أخيرة؟ نقول الله يعطيكم العافية ويعطي المشاهدين العافية اللي أصبروا علينا من الساعة 9:30، احنا ساعتين وهم ما بين وجه المشاهدين مرتاحين. الله يعينك انت الوالد. لا انا اكثر وقتي الحمد لله جالس. بيض الله، ما في شك ما في شك، وعلى الخير والعلوم الطيبة. نستسمح من كل من تطرقنا على اسمائهم، النية طيبة ما في شك، حتى بمحبة. نعم، هذه عادية جدا، هذه شفافية إعلامية بيننا وبينهم. انت لا تحط في بالك النقطه هذه. لا ليش ما ليش ما تحط النقطه في بالك هذه؟ نعم. لان في نهايه الامر احنا والربع كلنا الامانه لاجل من اجل هذه الرياضه. ما هذه من باب الدين، لازم الانسان يستسمح قبل لا ينام من كل حد. نعم، ما بي يعني احنا يعني يقول ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. يعني في نهايه الحلقه نقول اذا يعني حد يعني انتقد اي شيء من كلامنا فانه طال يعني كلامنا مو هو بقرار منزل. صحيح. زين، لكن كل واحد يعطي وجهه نظره. هذا وجهه نظري. شوف. من نظري. لا. انا الحين انا وحميد نختلف ومشعل. نعم. نختلف واحنا ثلاثه. نعم. يعني على ستيج واحد وفي مكان. نعم. واحد. شلون الناس يعني رضا الناس غايه لا تدرك. نعم. اذا احنا غلطنا في حد او في نظرنا في اي مطيه نعتذر من الجميع. يعطيك الصحة ولا يعني أقدينا وصبنا الشيء هذا، فالحمد لله توفيق من الله. توفيق رب العالمين. شكرا لسالم بن حمد وشكرا لحميد الجنيبي. وأنا أقول لكم للأمانة ما في أحد فوق الانتقاد، التجريح مرفوض ما في شك في ذلك، ولكن تنتقد من أجل تصحيح مسار هذا مفروض، ولا في أحد فوقه على الإطلاق، لأن إذا أردت أن تصحح أمورك يجب عليك أن تسمع من ينتقدك على أساس يرجعك للطريق الصحيح. هذه هي السياسة اللي نتمنى إن شاء الله أن احنا نقدمها لمن يتابعنا ويشاهدنا، خاصة أن احنا عندنا خبراء ومحللين كبار في هذا العالم. شكرا لهم، والشكر موصول لكم أنتم على حسن المتابعة. نلتقي يوم غد بحلقة جديدة. حتى ذلك الحين تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.